إذن إخواني السلام عليكم. مازال كنتواجدوا في الخميسات من بعد ما توصلنا البارح بواحد الخبر ديال الشاب محمد اللي غادي يقدم على الانتحار. حاولنا نقنعوه الطاقم ديال المداومة تشوف تيفي الليل كامل وتيحاول يقنعوه. اليوم حطينا الرحال في الدار ديال محمد اللي قال لك أنني جيت من الخدمة مرتمرة. جيت وصلت للدار القمة لقيت لا مرتي لا ولادي، كل شي مشى تخطف ليا. درنا معاه واحد لقاء عبر المباشر اللي تبعوا خوتنا المغاربة هات الصباح، إلا أن محمد فجرها مرة أخرى، بغى يفضح فضائح إخواني أخرى. تنوير الرأي العام على مرتو اللي قال لك تخطفات، ما كانش ناوي محمد أنه واحد النهار غادي يقول غادي نقتل راسي على ولاده. مسكين محمد، محمد هادي المعيشة ديالو من بعد البرنامج سولنا أصحابه قالوا لنا راه طلع عاوتاني فوق الجبل. اتصلت بالأم إخواني، اتصلت بالأم ديال الزوجة ديالو في مكالمة هاتفية، وهنا غادي تبان واحد المفاجأة اللي غادي نحاولوا ننور بها الرأي العام. محمد دخل في حالة هستيرية. محمد قالك ما قديتش نعيش بلا ولادي. محمد قالك ولادي يا عباد الله ما قديتش نعيش بلا بيهم. كل واحد يحط راسه بلاصه هاد الشاب اللي تيحالي حاير في هاد الجبل. محمد غادي يفجر من بعد ما اتصلنا بالام ديال الزوجه ديالو اللي غادي ربما غادي نوضحوا حتى للقضاء ونسهلوا المأمور. يا سلام محمد، واش كدير في هاد الشمس؟ ايوا تنظور اخويا حميد، ما خليت حتى كنت فيلم ما قالوا لي شي بلاصه كنتوجه ليها. يعني كتقلب على الزوجه. الشمس اخويا فين ما قالوا لي شي بلاصه كنتوجه ليها. مازال كتقلب على ولادك وعلى مازال تنقلب اخويا، مازال تنقلب ما خليت حتى بلاصه. واش عندنا الكبده ديال الكلاب؟ حيت انا هذه السيده مسكينه يتيمه. نعم يتيمه ما عندها لا حنين لا رحيم. نهار تعرفت عليها الام ديالي هي اللي تلاقيت معها عند الاخت ديالي، وهي اللي قالت لي راه لقيت واحد البنت مسكينه حتى هي غيتيمه فحالك، وا الا بغيتي تجوج. قلت لها واخا، المهم الا كانت تجلس معاك وقابله عليك. قلت لها واخا. عين محمد فوقاش مشات لك المراه واخر مره شتي مرتك كيفاش تصفطي معها محمد؟ ومشحال ديال الدراري مشات هربات لك بهم؟ جوج دراري وهي حامله. واخويا انا السيده هذه انا حسبتها اختي امي ويتيمه فحالي فحالها، وحتى السيده اللي خطبتها منها خطبتها بلا ما عندها حتى وثيقه. ما كنتش عارف انايا ما عندها حتى شي وثيقه، ما كنتش عارف. يا هذيك معاها فاش خطبناها، وهذا نهار جينا باش انا والعائله باش نديروا الاجراءات القانونيه، لقينا البنت ما عندها لا كارت لا حتى شي حاجه. ومع داكشي ما بالنسبه لي انا جاني حتى شي حاجه، ما قلت حتى مشكل. انا براسي كبرت يتيم، ما حسيت حتى بشي حاجه. قلت عادي، حتى انا كبرت يتيم وتزوجت بها على سنه الله ورسوله، وتقاتلنا انا وياها ودابزنا، وهضرت مع رجال الدرك الملكي. كان جا واحد اللاجيدو اللي وقف معايا، وقفوا معايا مساكين كاملين، القائد كل شيء وقف معايا، ومع كامل الاحترام ليهم. ودرنا صوبت ليها. من بعد ما تزوجتي بمرتك شحال ديال الدراري ولد معاها؟ ولد معاها جوج، ودابا في كرشها الثالث. عارف فين كاينه مرتك دابا محمد؟ خويا عندي الاحتمال في واحد خيتي كيقولوا ليها اميمه. كانت الراي العام والمسؤولين كانت ثلاثه القاصرين راهم مختفيين دابا، والزوجه محمد. اخويا راه ثلاثه، وراه ثلاثه، راه اللي شديتها عنده نذبحو، اللي شديتها عنده راه غنقتلو. شتي غنقتلو نحيد ليه الكبده، حيت هذا وهذا تحريض، وهذا تحريض، هذا كيتسمى تحريض، هذا كيتسمى تحريض. وهذا اللي كيتستر على هاد السيده راه خصو يتعتقل. انا اطالب من النيابه العامه خصو يتعتقل. انا عندي الشك والاحتمال الاساسي مشات عندك اميمه، حين ديك اميمه. هاد اميمه كانت تجي عندنا للدار، تلاقات مع الزوجه ديالي كانت تجي عندها للدار، ومن بعد ما كانت تمشي خيطي بيطي جيت قلت لها اختي، صونيت عليها في التليفون قلت لها ما تعاوديش تجي عندنا للدار، ما تبقايش غدا الخميسات جايه عندنا، غدا جايه عندنا. حيدت المراه نمره التليفون بدلتها ليها، وشدات هي جات واحد النهار عاود جات عند المراه شدات منها النيميرو التليفون جديد، جا عندي ولدي الكبير ناصر الدين. اتصلت دابا ما غادي ندير توضيح على الراي العام. اتصلت بالام ديال الزوجه ديالك اللي قلتي لي انت غير مربيها في الاخر. مربيها درات معايا بواحد الدم بارد. كيف يعقل ان
مشات لها بنتها وثلاثه وجوج ديال الدراري. وثانيا انا شحال طلبتها على لاكارت، انا نهار تزوجت بها وطلبتها على لاكارت وعلى الاوراق باش نصوبوهم. هاد البنت هادي، هاد المراه هادي ما دارت حتى اقرار البونواب هاد السيده هادي. انا درت ضحيت بكل شيء، ضحيت به كل شيء، ضحيت بعماري بالشرف ديالي بكل شيء، ضحيت باش نحمي الشرف ديالها ونحمي الشرف ديالي. علاش البارح تتعيط لي وتتقول لي انا جالس في الواد بيتنا اخويا انتحر ورا ضيعت رزقي، ضيعت رزقي على ولادي، تقاتلت على ديك السيده باش نحقق ليها الحلم ديالها من جميع المستحقات. فين مرتك دابا محمد؟ ما انا عندي شكوك ديك اميمه، شي واحد هاد اميمه هادي هي اللي كتواصل معاها، هاد اميمه هي اللي كتواصل معاها. وانا اطالب واناشد مازال ما لقيتهمش لحد الان. من نهار الخميس انا بقات ليا قلت لك حق اسم الله وهاد القبيله علاش تيصليو للمسلمين، راه ولادي ولا الموت. جوج د الحوايج، انا هادشي اللي كنطلب من النيابه العامه. ما سخيتش بولادي، راه ضربت عليهم تماره، راه ضربت عليهم تماره من الصغر تا كبروا. راه الولد الكبير كنت كنشري ليه الحليب من الفرماسيان ب 85 درهم، 85 درهم. راه انا صردي ولدي ضحيت عليه عمري، انا مضحيت عليه عمري لحد الان حامله. قلت يا ربي ترزقني شي بنت. واش هاد الحمار ولا هاد الحماره اللي مستري لي على ولادي الكلاب؟ واش الشماكريات؟ واش الشبكان؟ هاد الشبكان ولا هاد الشبكانه؟ وراه لو كان شدك راه غنحيدك من الحالة المدنية، والله يا خويا تنحيدك من الحالة المدنية. وهاد المرا هادي إلا بيني وبينها شي حساب تقدم الرجال الدرك الملكي ولا النيابة العامة، تقدم ما يخطفوش ليا مرتي. ما عرفت واش تحريض، واش تقتلوا، واش حيدوا لهم الكلاوي، واش حيدوا لهم الدم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اخوتي واش انا بغيت ندير هذا الشيء؟ واش بغيت ندير هذا الشيء هادي؟ وانا راه حسبي الله ونعم الوكيل، راه ولادي هادوك اصاحبي، راه كبدتي، راه كبدتي يا صاحبي، راه ما خليت فين ما دقيت السبيطار الخيريه جميع. وامي تتقلب ما تاهي مسكينه كاع ما كدرت حتى يقلبوا كاملين. شحفت الدموع اللي غيهبطوا ما بقاوش، والماكله ما تناكلوهاش اخويا حميد غالق عارو تركبي ثلاثه. ولادي اخويا راه كبدتي هذيك. الا كانت شي واحد، الا كانوا هاد الناس تيسمحوا في ولادهم وكتجيهم مساله عاديه، انا بالنسبه لي اخويا راه ماشي عاديه، راه بالنسبه لي ماشي عاديه. ما قدرتش ما تصبرش، راه موجود العيالات، هي موجود العيالات، ولكن راه ولادك تربي عليهم الكبده. لا هما لا الزوجه ديالك اللي تقاتلت عليها، صوبت ليها لاكارت وديتها وحزرت ماشي 70,000 مره من 2012 وانا كنحزر فيها حتى 2020 والو. حرام هاد السيده وصوبت ليها لاكارت، انا اللي صوبت ليها لاكارت، انا اللي صوبت ليها لاكارت. ويجي شي واحد يقول لك حقه ما حقه، راه هذا ولا هذا ولا شكون اللي دار الخير في هاد السيده؟ اخويا بينها شي مشاكل؟ ما كاين لا مشاكل، اكون فيه خليتيها في الدار، خليتها في الدار، وانا كنقول لك صبنات الحوايج وما راه صورت. النهار عافاك فاش لقيتيها؟ فاش ما لقيتيهاش خرجتي؟ وخرجت سولت، كان عندي امال هي وقف عليها الوحم، مشات واقيله كما قلتي يا كما الوحم هو اللي غيكون دار شي حاجه. الملائكة اللي فيها تحركوا، ما بغاتش تجلس في ديك الدار، حيت الإنسان الأحمر راه جربتو معاها في الولد الثاني وفي الولد الأول وفي الولد الثاني. كانت تتمشي عند أمها وكتوصل عند أمها هذه اللي رباتها، كتقول لها رديني عند راجلي. هذا هو اللي كاين، ولكن مدة 7 أيام وما تسمع الصوت ديالهم راه الانتحار ولا الموت. أنا كنت وصلت بشي خبر كاين عند شي واحد في الدار، وأنا كنطالب من المغاربة يقولوا لي فين كاينة، يعطوني العنوان وغنلتحق بذاك المكان برجال الأمن الوطني ولا برجال الدرك الملكي وغنقدموا للنيابة العامة، حيت هو اللي ضحى عليها العمر ديالو، ولا هاد الكلبة هادي اللي شادة عليها هي اللي ضحات عليها، هي اللي ضحات عليها ياك، أنت اللي صوبتي ليها الأوراق، ولا هو اللي ولا هذا اللي شادة هو اللي صوب ليها الأوراق. تما ما صوبتش ليها الوراق، شكون هذا اللي حن علينا منين تلاقينا انا؟ هذيك تعيش مشاكل محمد، هذيك هزات راسها، هذيك اختي، هذيك اختي، مرتك واختك، مرتي واختي، هذيك اختي، اختي ماشي مراتي، هذيك فيها اختي، انا كنحسبها فحال اختي، فحال الدوليه اختي انا دابا، فحال الدوليه اختي من الدار.
غنفع راه غادي شي كارثه يا خي حميد. راه من انا راه كنعطيك اخي حميد، راه كون ما انت اللي صبرتيني يا خي حميد والمدير ديال شفتي في البارح، راه والله اخويا لك غندير اكبر كارثه باش نخليها عبره. وعلاش بغيت تقتل راسك؟ على ولادي اللي ضحيت. دابا حنا معاك المغاربه. وحميد وحميد اخويا راه اخويا العزيز اخويا عبيد راه ضحيت عليهم عمري يا خي حميد. الام ديالو راه اخويا حميد كتقلب اخويا حميد، وراه ضحيت عليهم عمري يا حبيب. وحميد راه داكشي اللي درت لديك المراه ما داروش ليها شي واحد يا حميد. شنو بغيت تقول لي؟ خازن لك مرتك دابا ولادك وانت مقتل. يخرجوا من يدي يخرجوا من النيابه العامه ولا يخرجوا للشارع نتلاقى مع ولادي. الا بيني وبينهم شي مشكل نفكوا انا وياهم امام النيابه العامه. الا بيني وبين ولادي شي مشكل نفكوا امام النيابه العامه. هذا ما بقاش مشكل، هذا ولا تحريض. هذا راه تيتسمى تحريض ماشي اشكال. هزتي هاد 3 ايام محمد. اش من 3 ايام؟ راه 7 ايام من نهار الخميس استاذ. واش انا كنقول لك من نهار الخميس؟ من نهار الخميس كي غندير الصبر؟ شوف امي كي داير، شوف الصحفه كي دايره. هو اخواني غادي نحاولوا اننا نكشفوا ونعاونوا حتى في النيابه العامه، نحاولوا نبينوا شي خيوط. انني اللي حطيت الريحه البارح مع الربعه ديال الصباح هنايا في النواحي ديال الخميسات في واحد المنطقه سميت المنطقه جماعه سيدي علال، سميتها سيدي علال اش المصدر. وصلنا اخواني لقينا حاله ديال هاد العائله ما ناعسين ما والو. لقيت هاد السيد شاد مسكين الوريق، شاد مسكين التصاور ديال وليداته تيبكي، حاول باش انه ينتحر. الحمد لله انني بقيت الليل كامل وانا ملهيه في الهضره باش نوصل. كنت عول باش انني ندير هاد الخير بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ديرو بارلور، ديرو بارلور يسمعوا حتى الناس. انت الاخوان تيصل تلقاو وليداتكم حتى هي ماشي مشكل، الله يعاونها. انا بغيت غير تلقاو وليداتك. والله لا يلاه محمد رسول الله اختي، راه تقاتلت معاها وانا اللي وانا راه صوبتي عزيز وشفت اللايف ديالك وبقيتي فيا وبكيت وكنتمنى العقاوي حتى هو لي الخير. فاش جا عندك ودار معاك داك اللايف حنا معاك، حنا كقليم اكادير حنا معاك، ولا شفناه ولا شي حاجه راه غنتصلوا بك. الله يجعل اختي العزيزه، اختي العزيزه معاك العقاوي اختي لاباس. سلمي على الناس داكادير. انا كنتفرج في اللايف ديالك دابا خويا العقاوي، كنشكرك على هذا المجهود اللي كدير. نعم وكتشوفي لالا الله يحسن العوان، ثلاثه ديال الوليدات ويفيق يدخل للدار ومن بعد تمر الكحله وما يلقاهمش. خويا العقاوي حنا السيده الا قنعات الله يعاونها تجيب غير الوليدات للراجل. حنا كنتمنوا ليه الخير والربح ان شاء الله يرجعوا ليه وليداته سالمين غانمين. خويا العقاوي هو تنوير. انا اختي باش تفهمي، انا اتصلت بالام ديالها اللي عندنا نسخه من المكالمه اللي جرينا معاها، وانا حاولنا نقدموا لها نفسنا وتعاوننا اننا نلقاو هذه البنيه. انا كنت عوال باش انني نلقى المراه تتبكي محيره، راه ان تغيب غير صاحبتك ولا جارتك راه ما تدوش لكش النعمه. الا انني تفاجات بواحد البروده من عند من عند من عند بروده. انا حسب التجربه ديالي كاينه 50% ان ايادي فيها هذيك السيده اللي مربيها وفيها هذا المسمات بأميمه. لان اتصلت انا بالام ديالو اللي مسكينه دابا في هذا الجبل راه كتقلب في واحد الهستيريا، غير تنقول لها عافاك جلسي. وحلفت لها قلت لها انني نجلس معاهم اليوم هنا ونحاولوا نتواصلوا مع رجال الدرك الملكي، الا ان امتنعت حتى تعطينا فين ساكنه هاد المسمات اميمه. وهذا مسكين شوفي الحاله ديالو اختي هكا ودوزو. ما نكذبش عليك، انا كنشوفو كنشوف الاخ ديالي الكبير. ما نكذبش عليك، حنايا اقليم اكادير كنتمناو ليه الخير والناس ديال خميسات كامله تعاون مع هاد السيد هذا اللي شافها في شي بلاصه. حنا هاد السيده الا قنعات مرحبا بها، الله يعاونها. حنا نجيب لخويا محمد وولادو. الله يحفظك اختي، الله يجعل ربي يحفظك اختي، الله يجعل ربي يحفظك. شكرا اختي، شكرا اختي، شكرا. والله اختي، والله اختي لنا اللي تقاتلنا تصوبنا ليها لاكارت وشجنا الدراري وما خلينا ما درنا. واش الام اللي تدي من واش الام اللي تدي منا البنت من 2012 حتى 2020 عاد صوبت ليها لاكارت الحزريه كما تسجلها في الحاله المدنيه؟ والله ما سجلتها حق اسم الله ما سجلت. انا اللي تقاتلت راه عندي البيت تقع على اسم جماعه سيدي الله المصدر. ما عنديش مشاكل كاع معاها، تنتناقشوا مثلا شي مشكل بسيط تقدر تمشي تفوجي يومين عند يومين عند ما ولا ثلاث ايام ما كاينش الاشكال نهائي بصفه تامه. هناك هناك العقاوي كنشكر محمد العقاوي. راه جاب سكي جاب سكي البارح راه قلع من خون. لقيتو جالس حدا البير، انا جالس هكذايا واحد البيدو كيتجروا مع مو. والله اختي جاب سكي زعما 12 مسكين اللي قلع ومن خونا
يا فرام قال لا، واش الناس اللي في والناس اللي فيها والناس اللي باغا الخير لولاد الناس راه قلعوا البارح من خنيفره ثلاثه د النفوس جايين تيجروا بساكين من خنيفره باش يوقفوا معايا. شكون انا؟ شكون انا؟ من خميسات والله العلي العظيم الا تندير مجهودي هنايا وكنطلب الله. الله يجعل ربي يحفظك. واش دابا اشنو الرساله اللي بغيتي تقولي لها؟ ربما هي دابا راه ساده فشي قلت عليها مع صاحبتها، اش بغيتي تقولي لها؟ كنتمنى هاد السيده ولو كان عندها ولو شويه الكرامه غير على هذاك الراجل اللي كيتقاتل وديك العجوزه وهذوك الدراري اللي خاطفه من داك الاب اللي كيتقتل وثلاث سنين ما كلاش. لا 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 يلا بدرس والله راه نبقاو على رجلي لا تعاش. والو الا كانت كتوحم الله يعاونها. وانت حنا داكشي اللي قلنا والله والله اختي الا داكشي اللي قلنا حنا الا كان لوحم ان الله غفور رحيم ربي سبحانه وتعالى هذا هو اللي كاين. ولكن انا كنطلب من هاد السيده ترجع وليداتها لهاد الراجل وهاد الام اللي محروقه في هاد الشموش وخارجه مسكينه. شوف غير فديك الزحمه اللي كتزحم حتى هي فاش كتكون في السبيطار وكتولد بدوك الصعوبه. شكون اللي بغى اختي داخلنا عليك بالله شكون اللي بغى يتشوى في المغرب بحال هكا؟ ولكن على اجل ولادك راه ماشي غتضحي ماشي غتموت على من اجل ولادك. من اجل ولادي شكون اللي باغي هذا الشيء؟ هذا شكون هذا الشيء اللي باغي؟ وكبرت اختي في واحد الجماعه ديال ما كبرت فيها عندنا تما النص الكبير ما تيحملنيش من اجلاش غيور على المنطقه وهضرت على الفساد اللي كتعيشوا الجماعات مدينه خميسات مدينه عطيفه وزوينه بزاف وانا من اكادير كنصوني عليك اخويا وكنتمنى لك الله يجعل ربي يحفظك. شكرا شكرا الله يجعل ربي يحفظك. شكرا لالا شكرا لالا الله يحفظك يا استاذ الله يحفظك الله يحفظك يا استاذ الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك شكرا لك. وفينا هما العيالات فحالكم قلال ولا واش شويت اللي ولاو؟ المراه العيالات وصونيتي انت اسمعي اسمعي واسمعي يا استاذه صونيتي انت دابا من اكادير وصونات السيده من وجده ما تنعرفني ما تنعرفها. علاش؟ راه شكون اللي كيحس عارف المعاناه؟ هذا هو اللي كتلقى بنات الناس اللي كيقدروا الظروف. وحنا كذلك انا قدرت الظروف ديال ديك المراه وتزوجت بها وتقاتلت معها ودرت ليها لاكارت وفي الاخر في الاخر انا وحميد العقاوي دابا طلبنا من امها مساعده بسيطه وليت كنسمع القمع من عند الام ديالها كنسمع القمع من وكتواصل مع هاد اميمه اللي شكيت هذيك اميمه اللي شكيت غتكون عندها كتهضر معاها امها في الواتساب. قلت لها صيفطي لي النمره ديال اميمه وصونت على اميمه قالت لي لا ما نعطيهاش ما بغاتش نعطيك النمره. اذن هنا كاين تحريض اختي. انا كنطلب الالتحاق نتلاقاو امام النيابه العامه. الله يجعل ربي يحفظك. لا شكرا لالا الله يحفظك. شكرا سيدتي من مدينه اكادير. الزولو سلمي على الناس د اكادير. بالله اسيدي كنشكرك بزاف اسيدي الله يعاونك الله يجيب لكم التيسير الله يوفقكم. شكرا لالا. اذا اخواني هنا كتبان بان الزوجه ديالو وجوج ديال الدراري والمراه حامله باش انها تضبط عند هاد اميمه فربما جريمه ارتكبت هاد اميمه. من هاد المنبر انا اقول وحسب ما التصريحات ديال هاد الناس تنتمنى من اميمه الا كانت عندك الزوجه والابناء ديال هاد السيد بلا ما تمحنوا رجال الدرك الملكي والنيابه العامه حاولوا عافاكم على لا اميمه انك تصيفطي ديك المراه اما عند امها او لا للدار الزوج ديالها. ان الزوج ديالها اتصلنا بالام ديالها ولا اللي رباتها اللي هي بمثابه الام ديالها. ولكن تنأكد ان حسب التجربه ديالي والطريقه باش هضرات معايا ان اميمه راه عارفين هذوك الناس ربما فين كاينين. الاخ دخل في هستيريا مره اخرى وغادي يحاول مسكين يشوفك ما يبانوا لولادو هابطين من شي بلاصه من هاد الجبل. تيحاول مسكين يشوفك ما ولادو ولا اميمه تجي او لا الزوجه ديالو تجي. قال لك انت هي اختي وهي امي هي كل شيء هي دراعي لي من
مشيت باش نخدم نصور طرفة الخبز ما نويتش بأنني غادي نجي للدار وغادي ما نلقاش مرتي. تصاور ولادو في الجيب باينة، ديما هز تصاور ديال ولادو وغادي مسكين هادي الحالة ديالو. الناس ديال الخميسات كنطلب ديرو يد في يد وتشوفوا شكون هي هاد أميمة ونحاولوا، راه الله يحسن العوان. تصور أخي أنك تدخل وما تلقاش ولادك، تصور أخي أنك تدخل وما تلقاش مرتك، تصور أنك بعض المرات كتشوف الزوجة ديالك مصاحبة مع وحدة اللي غادية بها الهوية وكتقول نصبر في وجه الدراري. حاول توقف النزيف داك النهار فاش غادي تشوف اللهم نهار المشاكل ويوقف النزيف، ولا تدور بك الدنيا وتولي بحال محمد. محمد ما نواش يبان في شوف تيفي، محمد ما نواش مسكين أنه غادي يطلع وغادي يتصدم. محمد ما فطر ما تغدى، دزنا عندهم البارح دخلنا مع الربعة الصباح عندهم لقيت محمد أنه هو أمه مسكينة الله يسمح لنا في حق الوالدين، أمه مسكينة غي تتجالى مع واحد البيدو ما نعرف شنو فيه. هو قال لها بالسلامة غادي ننتحر، ما قديتش نعيش بلا ولادي، غادي نحاولوا نرجع ما نرجعش للدار. علاش ما قديتيش ما تشوف؟ قديت في الرجع هنا مما لا شك فيه. اسمح لي غادي تلقى التصاور ديال ولادو مساك الله يسمح لنا من حق الوالدين. بغيتش نوري التصاور راه فيه بالعائله مجموعين كامل. الله يسمح لنا من حق الوالدين. راه كاين التصاور هاو بخويا حبيله وولادي يادي مع وليداتك مع والله يديها الله يديها. انت ان رغم انه عامل بسيط فها هو هاد أمي الزوجه ديالو. سميت الزوجه ديالك الزوج فاطمه الزهراء؟ لا لا فاطمه الزهراء انتما كان مسكين اللي في جهدو تيديروا معاكم باش ان عامل مياوي اخواني خدام في الجرادي يدي وليداتو لهاد البلايص، وها هو هازو تيقول واش ما عقلاتش فاطمه الزهراء علاش دوزنا 12 عام ديال العشره اللي دازت ما بيناتهم. هذه واحد الدائره اللي ولات تعرفها مجموعه ديال العائلات، الطلاق على واحد السن واحد المعاشره اللي كتكون فاقت العشر سنوات. وتنشوفوا شحال من ام دابا راها في الطلاق مع الرجل وليداتها ما رضاوش بالفضيحه، فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما. ولكن كنشوفوا بعض الآباء أن تجاوزوا الحدود ديال الأبوة بعض تصرفات اللي ما كتدخلش للعقل. هذا الراجل مسكين دابا اللي تيزيد 10 متر ويجلس، راه امو في هاد الشموشات راه طالعه هابطه، معيت معها باش تجلس في الدار. قلت لها والله خالتي حتى نبقى معكم اليوم هي خافت لان ولدها يمشي ينتحر. ملي قلعنا قالت لك عافاكم سيروا تبعوه. جيت لقيته فوق هاد الجبل. الله يسمح لنا من حق الوالدين، نحاولوا نبارطاجيوك ما توصل هاد الرساله لهاد اميمه اللي اصابع الاتهام كتوجه كلها عند هاد أميمة. فما على رجال الدرك الملكي والنيابة العامة مشكورة أن هادو تقارير تتحاول تديرهم شوف تي في بالصوت والصورة وبالمباشر باش أن تنور رأي العام وتنور حتى القضاء، ونحاول نديرو يد في يد باش أننا بالزربة بدا نوصلو الجاني. وبالدموع ينهار محمد مرة أخرى. محمد ما هاكي حالته اللي قالت لي أمه، محمد تيبقى يكمي القارو على الأخوة. محمد انه في الزمان كورونا ما نواش غادي يخلي واحد المزرعه مسكين اللي كان تيختار صبر فيها وكان عوال مسكين يتخلص في اخر السيمانه. ما نواش محمد بان حياته غتولي كأبا والام ديالو. والله يسمح لنا من جداتنا، كل واحد فينا عنده جداته. عرفتي العلاقه ديالك انت وجداك والحب ديال جداك ليك انت وهي مسكينه في واحد السن اللي ما قدتش حتى على هاد الصدمات. مرا مسكينه اللي راها دابا طلعت للجبل عيت معها باش تجلس ساعه ما قدتش. قالت لك نمشي نقلبك ما نلقى ولاد ولدي. قالت لك بغات تمشي هاد المراه بحالاتها غير تقول لنا فين راه كاين ولادنا غير باش نحسوا حتى احنا. الله يسمح لنا بحق الوالدين، الله يسمح لنا من حق الوالدين. كل واحد عافاك يحاول يبارطاجي هاد الفيديو، اعتبر وقعت لك انت تقدر توقع لك ليا وليك ولاي واحد، ما نستغربوش. هذه هي الحقيقة، لأن ولات حرب ما بين الأزواج، ما بقاتش ديك العلاقة والطيبوبة والأمن والأمان. ها احنا ولينا كنشوفوا، قالت لك الأم مسكينة لأن هي عندها تجربة، الأم ديالو قالت لك من النهار تعرفت مع هاد أميمة وحياتنا ولات غادية غير اللور اللور. كانت فاطمة الزهراء هي الحادقة في القبيلة، فاطمة الزهراء هي اللي كانت تبيع وتشري معاه مسكينة جنب الطريق، فاطمة الزهراء هي اللي كانت اليد اليمنى ديالو إذا ما عشرت من والا كتولد البالة. غادي نحاولوا نخليو يحل قلبو لخوتو المغاربة. تفضل. خوتي المغاربة أرجوكم نقضوني الله يجعل ربي يحفظكم. ما بقاش عندي الوجه اللي
يهضر ولا الخاطر الله يهضر تسالى الجد ما كلاش واخوتي راه ما بغاش ياكل راه عييت انا معاه راه مشينا للقهوه ديتو للقهوه الوراق ديال الطبيب راه عطاني الطبيب القهوه وصلنا لمول القهوه ما بغاش ياكل هادي راه حق الله الا انا براسي تنحاول باش ان حتى نتغداو جميع عاد نمشي وبغيت ندي شي كاسكيت للام ديالو الام ديالو قالت لك سيمانه هادي ما دخلناش للكوزينه الام ديالو مسكينه مريضه حتى هي طالعه في هاد الشموشات كتقلب على ولاد ولدها فما علينا الا نديرو يد في يد تازور سيدي ربي غيفون قال الورق ديال الطبيب راه عطاو بلي يمشي يدوز الميسات ازور سيدي ربي غيفون تلقاو يرضي في الله نقوفوس قوفوس انعلو ان شاء الله تجمع العائله يا فاطمة الزهراء راه حامله مسكينه حتى هي الله يحسن عوانها ما عرفناش الظروف ديالها تنتمنوا فاطمة الزهراء تكون على قيد الحياه تنتمنوا وليداتك يكونوا على قيد الحياه تنتمنوا ان قبلات جو يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي كنطلب ربي يستجب الدعاء ديالنا اجمعين وكنطلب من المغاربه الله يرحم لكم الوالدين لا بعتقوني وعتقوا ولادي والام ديال ولادي فين ما كاينه الله يجعل ربي يحفظكم هادي راه جريمه هادي راه جامي كاين ناصر الدين غير مره شتي ناصر الدين مسكين شتو الخميس مع الصباح فاش غادي للخدمه مع 8 د الصباح ديما كيقول يا بابا فاش تمشي فاش تجي مع العشيه وجيب لنا معاك شي حاجه هبط ديت ليهم جوج درايبي خضر وجوج درايبي صوفر وجوج دانون ديال الشوكولات وجد كيلو ديال الشهديه وواحد العصير ديال الدجاج جاي تفرح ولادي جاي نفرح ولادي بانوا لي الحوايج مصبنين منشورين على برا فرحت انا ما نويت حتى شي حاجه ولكن فاش ندخل للدار ما لقيتهاش قلت ياك ما غالحامل مشات عند الاخت ديالي ولا عند امها ولا عند جدها ولا هذا قلبت في جميع الاماكن حتى طبت ولا جوج د الحوايج تيبانوا ليا اللي انتحار يد المساعده ديال الصحافه انت تواصلتي معايا صبرتيني واحد شويه ولكن من هنا لغدا ولا من هنا العشيه ما قدرتيش تصبر ما غنصبرش اخي حميد ما غنصبرش انا كنكمي ثلاثه د البوكيت الكارو في النهار كندير نصبر شي حاجه راه ترى الاخوان كنتمشى الدراري سولهم لا ما عنديش الشهيه كي غندير فينا هاد الشهيه اللي غتاكل راه عندي راه فاتح الكرش هاهي عندي الاعصاب في المعده هاهي عندي الاعصاب في المعده راه فاتح الكرش وعندي الوراق في السويسي عندي الاعصاب في الملا ما عنديش كي ندير شدوك اخي حميد شدوك انا خويا لا اله الا الله كل واحد يعتبر بان دار الزمان به شحال من واحد عايش مشاكل مع هذيك الزوجه اللي كان ناوي باش انهم يديروا يد في يد يتعاشروا يا اوف وهنا غادي تكون المفاجأة وهنا غتكون المفاجأة ان شو الغرازي في الدو اوي ما حيتيه الا اوه يا ربي تنتمنى فاطمة الزهراء عافاك ردي الولاد ولا غير عيطي له اطمئني بان ولادو راهم بخير ولا سيري للنيابة العامة وقولي لهم انا طبت حتى انا بمشاكل وسيري الله يعطيك الستر اختي الله يعطيك السر ان شفت الغرازة هما تيخنزوا لراجلك وبان ولادك في يدو ما داش في صحته وفات يفكر انه مسكين يمشي ينتحر محمد غادي نحاولوا محمد يلا تمشي تغدى عافاك راه ما فطرتي ما والو محمد هادي الشاي بين ندوزو هادي من ندوزو الماء اللي كيدوز ليا بوعدو وكيدوز صحه الماء بوحدو اللي كيدوز تمك مسكينه راه انا ارتحت ما في السبعه الصباح سمعتها كتقرقب خرجات ما تسببناش في شي حاجه الشر ما هضرناش في شي حاجه ديال الشر ما كنجريو غير في الاعمال ديال الخير ورا ربي سبحانه وتعالى كيما عشت انا ما نبغيش تعيش هي داكشي اللي عشت انا حيت انا عشت بزاف ديال المعاناه نفس الحاله ديالها نفس الحاله ديالي شنو محمد حتى انت حاولتي تحس حتى انت شنو بغيتقول لي بغيت تقول شي حاجه حتى انا تربيت في حالي في حاله انت غير مربي انا غير مربي وحسيتي بها مسكينه مربيه ما قدرتش نتخلى عليها ما عنديش كيفاش ندير نتخلى عليها علاش نتخلى عليها حتى هي غير مربيه حتى هي غير وقت لك ما اللي تزوجت بها من 2012 حتى 2020 وانت نحزرها باش دير ليها لاكارت باش نديروا العقد ونسجلوا الدراري يعني عشتي انت بلا لاكارت بلا محمد لا الام ديالي انا اللي شداتني تبناتني دارت ليا الوراق ها هي الاسم العائلي ديالها كلشي عطاتو ليا ما فاش تنجي نقول لها ديري لاكارت تتقول لك غدا بعد واجي وعندي فاش كنمشي وعندك وعلاش انت هذه اللي تبناتك مسكينه كتموت عليك وعلى ولاد ولادك وهذه اللي تبناتها شتا هضرات معايا قبيله بواحد وكان تحت ما عندهاش الاحساس هذا هو اللي جعلني نبقى صابر ونغوت للصحافه وندير جميع احتمالات باش نتوصل بالزوجه ديالي
حين انا عارف اش كتسوى، انا اللي كنعرف اش كتسوى. سيده حنينه وقلبها ابيض، ما عنديش كيفاش غندير. سيده حنينه وقلبها ابيض وكيما تربيت انا تربات حتى هي، غا هي طاحت في مشكل اكثر من ديالي انايا. علاش انت بعدا اللي رباتك دارت لك لاكارت؟ دارت لي لاكارت، هي اللي رباتها ما دارتش ليها لاكارت. حكتو مع شريك كتعاودوا على حياتكم؟ تعاودنا وهي عاودت لي كل شيء، عاودت لي كل شيء، عاودت لي نعم كل شيء، عاودت لي كل شيء، عاودت لي. السلام عليكم. صافا بخير هانيا؟ صحه لاباس؟ الله يحفظك اخويا العزيز، الله يحفظك. شكون انت اخويا؟ واش دريت؟ ربي يخليك. اذا جا وتنتمناو الى كان المقدم انه باش يوصل حتى هاد الصرخه للسلطات المحليه باش يعرفوا هاد الناس هادو مزيان، يعرفوا هاد المشكل. هاد المشكل خصنا نديرو يد في يد، اننا خصنا نديرو يد في يد باش اننا نجمعوا هاد الشمل. تفضل اخويا العزيز، قول خوتك المغاربه. خوتي المغاربه السلطه شنو بغا؟ خوتي المغاربه. هضر مع خوتك المغاربه. اخوتي المغاربه، هاد السيده راه ضحيت عليها انايا، ما خليت ما درت على وديتها، وتجي عاد شي وحده ولا شي مراه ولا شي وحده وتقول لك حقا راه ما درتيش ليها. راه اللي رباتها ما درتش ليها لاكارت، اللي رباتها ما درتش ليها لاكارت. انا اللي درنا ليها لاك، حنا اللي درنا ليها لاكارت، وحنا اللي سجلناها في اسم الجماعه عندنا. وقفوا معنا رجال الدرك الملكي والقائد وسيد وكيل الملك في المحكمه والمساعده ديال المساعده ديال قضاء الاسره في المحكمه. كنشكرهم على هذا الشيء اللي داروا معايا، ولكن باش نطيح في هذا المشكل هذا ما نعرف شنو غايقولوا للمراه دابا، ما نعرف شكون اللي كيقريها على هذه الافعال، على التحريض هذا. راه يقدروا يوصلوا ليها بزاف ديال الحوايج. وقف من الكار وراك كميتي بزاف غير دابا وانت في البرلمان. محمد محمد حياتك محمد. لا خويا انا حياتي هي البارح، انا اللي كان وانا وياك تنتفاهموا دابا خوتي المغاربه على تنعيشوا هذا المشكل. حميد 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 باش نهضر معك. نعم. كاينين كل راجل والصيفه ديالو. نعم. انا صيفتي والكبده ديالي ما كتخلينيش نرتاح على ولادي. راه يقدروا الاخوان شافوني في خميسه ما تنخلي حتى قنت. نعم. ما تنخلي حتى قنت. نعم. حيكو كانت عندي النفس بارده وديال الكلاب ما غنتسوقش ليها، غنمشي ندي شي وحده بنت 16 عام ولا بنت 20 عام ونمشي نمارس الجنس ديالي في 60 ساعة وما نتسوق حتى لشي حاجة، ورزقي راه عندي ما عنديش المشكل. ولكن الغريب في الأمر هي ولادي عزاز عليا، وحتى مراتي كنحسبها بحال الأم ديالي بحال أختي. وهضر معاها في هادشي هادشي هضر مع فاطمة الزهراء. أرجوك أختي، أنت راكي عارفة العشرة اللي بيناتنا وعارفة شنو دوزنا بيناتنا. كطيحي عليا في السبيطار وكنطيح عليك في السبيطار، تعاشرنا على باش نكبروا ولادنا. حنا كبرنا يتامى، ما بغيناش ولادنا يكبروا يتامى وكافة. هذا هو اخر هضره غادي نقولها. انا كبرت يتيم وانت كبرت يتيمه، ما بغيتش ما تسردوا دوك الثلاثه، ما بغيتش تسردوا باهم في جهه وامهم في جهه. غدا يقول لك بنادم يجي الولد يقول بغيت ماما بغيت بابا، با في جهه ومو في جهه، وحنا كبرنا يتامى. انت كتهم هاد اميمه هي السبب؟ هي اميمه. انا هاد اميمه باغيه الاعتقال، انا كنطالب من النيابه العامه الاعتقال، واي واحد حصلت عنده الاعتقال. هادشي اللي كنطلب من سيد وكيل العام في العاصمه الاداريه بالرباط، وكنتمنى من المدير ديال شوف تي في يتدخل ويوقف مع محمد بالخير قبل واللي في الجداول ما نتعرض. المتابعين الكرام نديروا يد في يد، بارطاجيو هذا الفيديو بزاف باش ان توصل. واو مسكين هذا السيد هذا، غا صدفه السيد البارح كنهضر معاه من الرشيديه، قال لي غنصيفط لك النمره ديال الاخ حميد اللي ديما كيوقف مع الناس الفقراء في المغرب، وجا مسكين قلع مع 12 دليل من خنيفره بدون مقابل بدون اتعاب، وباقي تابعني من اللور وما قدرش يتخلى عليا. وكنشكر لا يعطيك الصحه وانا تعنا لا ولا المدير اللي عطاه الترخيص باش يتنقل. خرجنا مع 12 دليل لمدينه الخميسات، تحيه للشرفاء. علاش انا خرجت؟ لان عندي فيديو راه موثق، هو انا مصور حدا البير و تيتصافط معايا و تيقول لي خويا حميد انا غادي نموت، انا درت هكذا شفت هذيك التوايل اش يقول هذا السيد. انا صحابني غير شي واحد اتصلت به في التليفون شوي دوز لي الام ديالو، لقيته في جدل هو والام ديالو انه هي هو تيبغي يمشي لها البير هادشي ماده ربما واش لاسيد او لا ما نعرفش شي ماده تما اللي انا ما شفتهاش. تيتجر قلت له خويا العزيز عافاك خليني غير نوصل عندك، قلت له نتصافط انا معاك ديك الساعه ونطحر، ولكن بالفضل ديالكم غادي نديروا يد في يد وغادي ترجع
هذيك لهاد السيده لدارهم وغادي يشوفوا وليداتها. اختي الا كنتي انت ما فاهماش مع الزوج ديالك فما عليك الا سيري عند وكيل جلاله الملك وحطي واحد الدعوه عند جلاله عند وكيل جلاله الملك وديك الساعه وحكي له راه هو الاب ديالنا وديال اي واحد تيحس براسو مقهور نظرا لما اعطاه الدستور المغربي من صلاحيات النيابه العامه اللي لا نشكك في القضاء وتنتمنوا انه تكون طريقه استعجاليه لبت في هاد الحاله. هاد الحاله ديال انني حيت له قارو تما جا عاوتاني شعل قارو اخر هنايا في الزمان ديال كورونا راه ما كلاش مسكين خمس ايام او لا ست ايام. الام ديالو حلفات بان ست ايام ما دخلتش للكوزينه. خالتي فاطمه من هاد المنبر لم تنيخ عايد غرثه دارت ان قفوس قفوس هيا يتماس لان غيرس عافا ما خلي فاطمه عايد غرثه دارت لان خالتي فاطمه مشات في هاد الشمش عاوتاني. خالتي فاطمه بحال دخلت في واحد الهستيريا اللي كتقول لك فين ما شت شي دري صغير وتنتمنى ان يقول كتعرفها؟ قالت لك راه هي ضريفه شي وحده عافاك اختي البنت اللي تتعرفها الله يعطيكم ستر نشوفوا سلام الحاج اسمح لنا الحاج اسمح لنا الله يعطيك ستر الله يكبر بيك شكرا اختي الله يعطيك ستر الا كتعرفي الزوجه ديال هذا السيد تواصلي معها عافاك اختي راه حاولنا نتصل انا بالام ديالو بالام ديالها ما بغاتش تعطيني النمره تاع هاد اميمه ولكن انا من هذا المنبر راه تنشت النيابه العامه الاسراع بالاستدعاء ديال هذيك اللي رباتها. علاش؟ لان الطريقه باش هضرات معايا وكانها كتعاود لي على شي وحده ما كتعرفهاش كاع. ما يمكنش ان اخي المتتبع تيكون عندك حي حيوان اليف في الدار وغي تيتلف المش مربينه وكتلقى كآبة في الدار فين مشى المش. ما بالك بهاد المراه اللي كتشوف بسربات واحد البنت اللي هي فعارها وهزاتها ودارت فيها فعارها وزوجتها لهذا السيد واليوم حتى تقول لها فين هي بنتك كتقول لي هذاك السوق بعيد عليا. هكا قالت لي. قلت لها لا عافاك نديروا يد في يد اجي نمشيو عند الدرك الملكي نوقف معاكم غير اننا نسرعوا قبل ما يوقع شي حاجه في دوك الدراري الصغار وتنعرفوا الاغتصابات تنعرفوا اش تيطرى للقصير المغربي مسكين تنعرفوا هاد اللي تنتمنوا تشديد العقوبات على اي واحد طاول على القصير المغربي. ولادو بجوج ما كاينينش المراه عندها 3 شهور في كرشها ما كايناش الام ديالها قال لك راه انا غير متبنيها هو مسكين براسو متبني حد قالها لي دابا في البرنامج عبر المباشر قال لك حسيت بالمعاناه ديالها لان حتى انا عشت غير مربياني واحد المراه ولكن انا لقيت فيها الخير وها هي مازال كتبكي على ولاد ولادي وهذه رساله لديك النسيبه. لا لا الله يعطيك الستر حاولي اتصلي بفاطمه الزهراء وسيروا عند وكيل الملك وخليوا لان راه ثلاثه القاصرين مختطفين دابا والقانون هنا راه انه تيضرب بعصا من حديد. الحاله فاش ولا هذا السيد انه لا لا عادي ماشي عاديه مره اخرى هكا تيعيش هاد الدري غاديتي وجالس تينوي دابا يبتبن فاطمه الزهراء جره الدراري ما كايناش فاطمه الزهراء. اجي اخويا نغير لهنا عافاك خويا ما تمشيش لتما اجي الناس اخويا خويا غير اجي عافاك الله يعطيك الستر عافاك عافاك. اذا انت نتمناو نديرو يد في يد خوتي المغاربه الله يعطيكم الستر. نعم قرات معاها شنو قالت حياه اختي حياه هي كتهضر معاك حياه راك عارفها هاك حياه صاحبتها وقرات معاها انت راك عارفه اختي فاطمه الزهراء كي عاشت وانا ما عنديش الخاطر كيفاش ندير نسكت ونصبر عليها انت راك الشيخ شي حياه مشكل راه درت جميع المجهودات تصاوبت ليها لاكارت وما خليت ما درت معاها وراكي شتي حتى الام ديالها كتعيش منها واحد هي اللي عاودت لي انا كاع هاد المعاناه اللي عشت من موا عاودتهم لي كاع المعاناه عاودتهم لي اللي عشت من موا عاودت لي كل شيء كاع المعاناه. حياتك كتقول لك بان الام اللي ربات مرتك دوزات عليها العذاب. آه حياتك كنعرفها مزيان وقرات معايا ها انا اللي عارف مراتي يا صاحبي انا اللي عارف مراتي بسرعه فك قول لي اش واقع لان حياه قالت لك قرات مرتك قرات معاها وياها صاحبي عاشت مال هذيك البنت وعاشت مال هذيك البنت. هذاك الشيء علاش اللي جعلني انا دابا كنقلب ونفاعل ودرت جميع الاحتمالات باش نلقى ديك البنت ماشي عندي الغرض انا زعما بشي انا بغيت نكبرها في طاعه الله ورسوله وتبقى في الشرف ديالها معززه مكرمه اختي سميت الاخت اللي كتهضر حياه انت راكي شتي المعاناه ديالها وانا ما كتسمحش ليا الكبده ديالي باش نخليها تبقى مستمره في المعاناه. لوح القرو عافاك بارك الله انا ما نقدرش نصبر للمعاناه ديالها حيت انا اللي عرفتها كي عاشت ما نقدر ندير حتى شي حاجه. شوف لي التليفون اخويا حميد صوني عليه بعرف فين طاح كاين ها هو عندي صافي ما نقدرش نصبر راكي شتي اختي حياتك كي عشت
وانا لكن واش كتعرف بان الانتحار الله سبحانه وتعالى انا راه انا انا, أنا راه من 2012 وانا كنت قاتل مع ما باش تصاوب لنا لاكارت نشوفوا المشاكل غبلتي خلي الحياه نوضح ليها تنوضح الحياه بينه هو من 2012 حيات حيت غادي يسالي البرنامج زوني عليه اعطيني النمره اعطيها النمره 06 48 49 لا تعافك يا استاذ محمد حياه اختي مادام انك كتعرفيها الله بغى يجمع الشمل الله يعطيك الستر ها الرقم ديالو حيت يسالي البرنامج اختي حياه قالت لك نديكم حتى لعندها 06 48 49 92 69 يلا اخوتي عافاك كيفاش نجمعوا هذا الشمل 06 48 49 92 69 اختي حياه ها الرقم ها هو راه في الشاشه مبي ها هو كاين حاولي اختي حياتي سالي البرنامج هاك من راه ولادو راه القصير ما عرفناش شي طرا لدوك الدراري دابا دابا خويا اختي اختك حياه قالت لك راه غادي اجيو عندي نمشي عندها نمشي تمشي معنا نمشي معكم ولكن بشرط شوف شوف بدون انفعال تتغداو لا 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 ما عنديش هي وانا باش عرفت ولادي شوف 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 حياه شوف اخي استاذ ما كلي شتي كوك تغناكل باغي تغدر لا غاسمع اسمع كوك تغناكل كوك تغناكل وغاسمع كوك تغناكل يا حميد كوك تغناكل كاع ما ندير هاد الشو هادي دابا راه كاين اللي كيتشفع لا حاجه والله لا 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 ماشي الاخوان ماشي الاخوان فيهم خويا ما دخلتش في ديك الكعبه لا 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 لا, لا. نعم. ماشي بعض الاخوان الغايورين اللي حاسين بيا اجي هنا كاينه واحد الفئه كاينه واحد الفئه ديال البشر اللي كتقول لك شوف على كلب كي داير شو على كلب بحال لا انت من اجل الغيره ديالك على ولادك وعلى مراتك كاين اللي غيستهزئ بك غيقول لك واش غيقول لك واش على قلت العيالات واش على واخوتك دابا عافاك قيتك لاخوتك هاكم اخوتي هاكم اخوتي هاو ما خوتي هادوك هادوك خوتي هاك هضر معاهم السلام عليكم اخويا اختي وعليكم السلام اش كيداير اخويا الله يحفظك اختي الله يحفظك اختي حق الله فاطمه الزهراء كتبغيك وغادر ويش حق الله وراكي عارفه كتعرفيها اختي خويا راه قرات معايا ولكن هذه 13 عام نفس الشمسية تزوجات بهاد الدري هاد الدري مهلا فيها زعما ما كتبغي حتى هي راه غير إلا لعبات لها شي وحده براسها ولا بغا يجي ونمشيو عند ماها ونبركو في ماها تقدر ماها تكون عارفه شي حاجه ما انا مسكينه قالت لك بين غير مربيه عاودت لك حياتك غير مربيه مربيه ما قالتهاش ليا هي ولكن انا باها كان هذاك اللي مربيها كان كانت عزيزه عليه وكيقول لها واخا ما تكونيش بنتي لا انا راه كنحسبك بنتي وكنمهلا فيها اما امها لا ما كانت كتدوز عليها العصا والعذاب وبزاف د الحوايج اخويا يا اختي هي مسكينه عندها معاناه زوان نتمنوا تكون بخير وليداتها الصوت ديالي في اللايف نعم اختي خويا لا لا راكي على المباشر اختي راكي كحاجي غير لايف من حداك ما تهضريش ما تسميش راكي على المباشر لان راكي اتصلتي معنا بالبرنامج اختي حياه اختي حياه اخويا عافاك اوي سالي البرنامج ونعيط عليك ونجيوك ما نجمعوا هذا الشمل عافاك اختي حياه صافي واخا شكرا لاله حياه شكرا الزوجه ديالك عاشت مشاكل الزوجه ديالك عاشت مشاكل وراه داكشي هو اللي خلاني تنعاني عطاتي خوتي المغاربه عافاك وراه داكشي هو اللي خلاني تنعاني الدراري عافاك هادشي تيفرح راه هو اللي خلاني تنعاني معنا هاد الحياه احنا فهاد الخلاها في حيت علاش علاش هافين لقينا وانا عارفه المعاناه اللي كبرات شنو تدير دابا فهاد الجبال تنقلب حيت تكون ما كانتش انا كون ما عرفتهاش كبرات على المعاناه ما غاديش نقلب كون ما عرفتهاش كبرات على المعاناه ما غاديش نقلب كون راه سمحت فيها من شحال هادي ماشي اول مره ولا ثاني مره كنت سمعت خوتك المغاربه يلاه غير تاكل انت وامك امك مسكينه راه شتي حالتها قبيله ما عنديش الشاي يا خويا حميد ما كتبش عليك واش نمشيو عند حاجه واش كي غندير ندوزها كي غندير ندوز هاد الماكله هادي وريني كي غندير ندوزها وانا ما قادرش غالق هواك حلا والمغاربه والمسلمين واش مش اللي دازت كاع هاد الايام دازت عليا والمسلمين الله يرحم لكم الوالدين وانتم سمعتوا عاد دابا السيده شنو كتقول على الزوجه ديالي انتم سمعتوا الاخت حياه شنو كتقول على الزوجه ديالي حيت انا عارف المعاناه اللي كبرات شي واحد عارف مرتك قال لك راه خايفه من امها حيت هذيك اللي رباتها قاصحه بزاف ولا تمشي عند وكيل الملك شكون تقدر فاطمه الزهراء تشوف هذا الشيء وفاطمه الزهراء انا عارفه واش انا اللي واما من نهار تزوجت بها من نهار تزوجت بها اول مره وما عمر جات امها جابت شي جوج كيلو د البنان ولا شي كيلو التفاح وجات عندها للدار ولا شي حاجه وجات عندها للدار تفرح بنتها ولا شي حاجه ما كايناش بين كاين ناصر الدين كبير عنده مع ناصر الدين راه قلتي لي فايق وناصر الدين وهرب بابا ونوض الصداع تما وحيح
شوف هاد الشبكيله هادي اللي شاداك تما ما بغاتكش تخليك تهضر، حيح عليهم حيح عليهم، لا انت لا ادم، ما تخافوش ما عندكمش مناش تخافوا، حيحوا نوضوا الصداع. بغيت ولادي، بغيت ولادي 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 ولادي، شتي كون جاني شي خبر بشي تليفون بان هو كاينه في الدار ويفلاني، الى ما نعذبهم الله يرزيني، الى ما نعذبهم الله يعطيني تشتيته، وبالمخزن وبيا بالمخزن وبيا خي حامد، راه بالمخزن وبيا، راه نشري مال قاطع نعمي ليهم العينين نحرق ليهم الوجه ديالهم. لا عفاك، واللي شعل ليا العافيه في الدات، غاسمع، اللي شعل ليا العافيه في الدات ديالي راه ما نكرهش، نشري ليسانس نشعل ليه العافيه في الدار ديالو، نشعل ليه العافيه في الدات ديالو كما شعل ليا العافيه في الدار ديالي وفي ولادي. هذا استغفر الله، راه الله غيجمع، استغفر الله العلي العظيم، راه ما تنعش، راك شتي فوقاش جيتي، واش لقيتيني فايق ولا ما لقيتينيش فايق؟ اش من وقيتك، اش من وقيت صونيتي عليا فين ما صونيتي كنجاوبك ولا ما كنجاوبكش، راه لي زابيل راه كتصوني كنجاوب، كي غندير نعسه خي حامد؟ بعد الصباح وقفنا لقيناه مازال واقف، امه مسكينه حتى هي الحاجه تنتمناو، حتى امك مسكينه، الله فين امك دابا مسكينه؟ راه خليتها كتقلب حتى هي، قول لها دخل يلا تغدى، راه الماء راه الماء راه الماء راه الماء بزرب، مابقيتش قادر في الحياة. خوتي كلشي غادي يبارطاجي هذا الفيديو، قربنا نجمعوا هذا الشمل، جينا الليل كامل مازال ما نعسنا، ها عينا كي دايرين، جينا لقينا هذا الدار الكوزينه ما بقاتش كما خلاتها فاطمة الزهراء، كما بقات فاطمة الزهراء خلات، دابا المشكل هو ان فاطمة الزهراء ما داتش الحوايج ديالها، ما داتش حوايج ولادها، هاك شرب الماء، هاك شرب الماء، ما داتش الحوايج، اذا كل وحده تعتبر راسها بلاصه هاد فاطمة الزهراء. اختي حياه كتقول لك بان فاطمة الزهراء دازت مشاكل من اللي كانت صغيره، قالت لك كانت تقرا معها وكانت مسكينه ومعنى التربيه الا انها كانت تعاني لانها غير مربيه، الله يسمح لنا من حق الوالدين المغطيب ديال الناس عريان، ولكن كاين بعض الامهات اللي غير تيربيو ولكن تتكون المحنه، كتكون الكبده، ولكن كيف يعقل انني عيطت انا على جده ولادو الام ديال هاد فاطمه الزهراء، ولكن الغريب في الامر ان الطريقه باش جاوبتني تشكك الحاله ديال الاختطاف، تشكك ان كاين ان 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 راه هربات فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء قال لك هذا من نهار عرفت واحد صاحبتها اللي حياتي تقلبات. اذا هذه رساله للازواج والامهات، حيت تشوف مرتك تتمشي مع وحده خارجه الطريق او لا وحده اللي ما مجوجاش وما عندهاش حتى هي وليداتها، حنا ما كنشكوش في الاخت فاطمه، الاخت اللي راه مسكينه المتهمه أميمة، ولكن تنقول لأميمة خرجي الله يعطيك الستر وعطي واحد واحد واحد، سيري عند لجودان، سيري عند الجدارمية، سيري عند وكيل الملك، خبريهم لأن أصابع الاتهام كلها كتجه لك أنت الأخت أميمة، وها هي أختنا حياة غادي تجيبنا حتى للدار، وغادي نبقاو متبعين هذا البرنامج أكما إن شاء الله اليوم نجمعوا هذا الشمل وياكل هذا الشاب. خويا نمشيو نتغداو، عافاك اسمع، الله يحفظك، ما عنديش من غيدوت، ما عنديش عنديش من يدوس، ما عنديش، عارف بلي الانتحار ما بغاه السيدي ربي، وبين فيه جهنم فيه العافيه، عارف بيني وبين الله، هذاك الشيء من كنت تصنت انا كاين واقيلا شي وحدي ما كيتصنتوش ليه، عارف انا بيني وبين الله، عارف بيني وبين الله، كون ما كنتش كنعرف بيني وبين الله كاع ما نتصنت لهذا الشيء، ياك التليفون ديالي هذا خليه يطلعوا هذا شنو؟ غير انت لا شنو؟ وريك انا نوريك شي حوايج، غنوريك غنوريك اخويا غنوريك 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 شنو بغيت توري؟ الله لا لا الميت يضرب يلا هذا الشيء كتصنت انت شي كنتصنت اذا اخواني نتمناو شنو تيقول الاخوان في لي كومونتير خصو يمشي ياكل الله يعطيك الستر انا غادي نوريك لي كومونتير ديال الناس راه حتى واحد ما تيتشفى فيك راه حتى واحد ما تيجرح فيك راه كلهم تيقولوا الله يجمع الشمل لان راك اب باش انني نمشي للدار وما نلقى جوج ولادي ومرتي حامله وكانت الامنيه ديالك تشوف بنت وهي مشات في الكرش مازال ما شتيهاش وها دارك غادي تخرب ها الام ديالك مسكينه ما كلات السيمانه ها انت عاوتاني ترجع تقاتل على حياتك كامله وانت كتقاتل جريتي درتي لاكارت تقاتلتي معاها ما خليتي ما درتي نمشي معاك للسبيطار تحيد هذا الغراز وراه غادي يخنازو شوف ولادي غادي يخنازو الغراز اخواني راه يدو كلها في الحمل انا تا هذيك الضربه دخل فيا مول الكريصه في الطريق بالموتور تلاحيت في الطريق لحد دير اندرب لي مول الكريصه جوج تعرضت للاعتداء
او درت شكايه لسيد وكيل الملك لحد الان ما سمعت حتى شي خبر. نتمنى اخويا اللي يشد الله. الحمد لله ونشكره على كل حال، وهكاك وما ما تسوق حتى لشي حاجه، قلت واخا جات في الصحه الحمد لله ونشكره فاش جات الامور هكا ما كاينش مشكل بيننا وبين الله اللي ضربنا منه الله سبحانه وتعالى. عارف من دابا من قبيله طلعت عاوتاني فهاد الشمس، عارفين تكون دابا عندها تليفون، نعيطوا لها تمشي تغدى. عافاك اخويا فين عندها تليفون؟ عندها التليفون ولكن نعم كاينش نخليش يطلق القران. لا القران ما نقدرش نطلقوه خوتي على الكوبي راي، تيتسينيالا اما الله ودي انه كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن ما نقدروش نطلقوه في البرنامج من هذيك توضيح للاخوان. عيط على امك، عيط سني عليها عافاك ما تجاوبني سني عليها. راه مو ماكلاتش عباد الله 9 سيمانه هذه ماكلاتش مو مسكينه، راه غير تتبكي ما قداتش انها تفرق. راه البارح الليل كامل وحنا جايين في الطريق راه ما نعسناش، وصلنا لقيناهم هذا تيمشي بواحد البيدو ويرجع، هي كتقول لك مشى لي البرليه نشوف الام ديالو فين وصلت، طالعه حتى هي الجبل. سميتها خالتي فاطمه؟ سميتها مسكينه فاطمه. أخالتي فاطمة، خالتي فاطمة؟ أه؟ معك حميد، معك حميد، أخالتي فاطمة لاباس، فين راكي؟ لاباس، كون حميد. معك حميد اللي بات عندكم، اللي جيت عندكم البارح مع الربعة الصباح، أش درتو؟ كاين شي خبار على الدراري ولا والو؟ أه؟ واش كاين شي خبار؟ لا والو أمي. والو، رثو فيت والو؟ والو. إوا غاتكشم غرثا دارت كذا فوق، تكشم هذي نوري لي نتاديتش، كمي نور رثتي والو. غاتكشم كذا فوق، شغال كرضا ربي. وا لا اله الا الله، والله اعطيني قيم دي. الله يشترك. اللهم امين، اللهم امين. انكد محمد، انكد محمد، لا خاص هذه تشبع دا غادي، راه ماك ما واكلش، راه غير تيكمي الكارو من البارح هو مازال. ولكن كاين سمي اللي خاين. ويا مان عسى مان يشتخ. والله يحسن العوان، الله يحسن العوان. ونتمناو، راه واحد البنت عيطات لنا دابا، راه عرفاتها بعد هذيك اميمه، راه عرفاتها، راه غادي نمشيو دابا معاها عند هاد اميمه، ولا نمشيو عند مين هذيك. الله يرحم الوالدين غاسيني لنا ميسونا غير كرزي خيبك. اللهم امين. وارض وقف بيدن رضيت على الناس. عافاك اخالتي، راه تيدعيو مع ولدك، دعي معاهم، راه كلهم تيدعيو للمغاربه. يا ربي يا ربي يا ربي. يلا خالتي فاطمه. اه يلا وا محمد معايا، نمشي دابا انا، نمشي مع محمد هكما نلقاك، ما يتورينا ديك المراه الدار، نمشي ونحزر هكما. راه نتمنى انا، راه عيطت انا على مين فاطمه الزهراء، سميتها فاطمه الزهراء. أيوة. راه عيطت لها وقلت لها عافاك خالتي، طيف الله نجي عندك، عافاك نقلبوا، راه بنتك هذيك ساعه هضرات معايا بواحد الطريقه ماشي هي هذيك. نعم راه هضرات معايا بواحد الطريقه ماشي هي هذيك، ونتمناو واحد صاحبه فاطمه الزهراء راه قرات معاها. اه ها هي غادي نمشيو عندها كما تدينا ان شاء الله، كما نجمعوا هاد الشمل اليوم عاد نمشي. ايوا العار ولدي، وراه عندك الاجر كثير، عندك الاجر. الله يسمح لنا من حق الوالدين. ارتاحي ارتاحي، عافاك دخلي للدار، يخرجي انت من الشمس. ها هو في الشمس ما تبقاوش بجوج. واخ ما بقى ما يتكلم. لا لا هضر اخويا، ما بقيت اخويا السفل باش نطلع على الهضره. شنو بغيت تقول لامك مسكينه وهي؟ امي الله يصبر لها بجوج اخويا حميد، الله يصبرنا، تنطلبوا ربي يصبرنا، ما درنا حتى شي ذنب، ما سرقنا ديال عباد الله، ما دينا ديال عباد الله، ما تنشهدوا شهاده الزور، كنخدموا بيبينيار، راكشي داكشي ديال التسجير على قد الحال، تنخدموا بالحلال، كنتقاتلوا على شي حاجه ديال الحلال، ما تنساهموش في شهاده الزور، ولا نشارك في شي جمعيه ديال الزور. اخر حاجه قال لك ولدك مسكين؟ شوف يا محمد، اخر حاجه قال لي يا ولدي يا سلم، مع الصباح فقنا فطرنا مجموعين مشيت للخدمه، حاجه اللي تيقولوا لي عافاك بابا فاش تجي جيب لنا معاك شي حاجه، فين ما تنجي كل نهار تنغير لهم داكشي اللي كنجيب، كنغيروا لهم الا جت لهم رايبي اليوم غدا جيب لهم شي طاسه. عزاز عليك ولادك يا محمد. ولادي عزاز عليا، راه كبدتي هذوك، راه العيد، العيد اخويا، راه العيد، العيد راه حوايجي انا، ما شريتش الحوايج، انا ما شريتش الحوايج، تركسي ولادي، تسبق ولادي قبل كل شيء، تسبق ولادي قبل كل شيء، وانا تسبق ولادي قبل من كل شيء،
وانتم كتشوفوا الحاله ديالي كي دايره، وكون كانت نفسي بارده شفتك البارح عند السي كامل وانت غير حدا دابا واش ما كتلعبش؟ ما كانش حميد، وا حميد راك شتي دخلتي انت تكيتي ارتاحيتي واحد شويه، قلتي لي اخويا ما مدرا مع الطريق عينا ندخلوا نرتاحوا واحد شويه، وانا تاركمي في الكارو تسالي ليا، والله الا كنت باغي نهز ليك باكيه ديال الكارو واحد لقيتها وانا نقول غير قلع السيد الحطيره بجاي عندي من اجل المساعده وغنتلاح ليه على الباكيه ديال الكارو، ولكن انا خوك الكارو والماء في امي هذا راه يوري لك، الغرازي ما بغيتش نحيدو، الغرازي ما بغيتش نحيدو. أنا بغينا المسار يتقطعوا إلا كان خوتي راه كله غراز من هنا، راه بالو محمد تنعيا معاه، محمد البارح هو غادي يعاود لكم، محمد علاش خممتي في الانتحار ماشي حشومة؟ أكرهت الدنيا علاش ما درتش؟ محمد راه اتصل بيا مع 12 الليل هو يقول لكم شنو قلتي لي يا محمد مع 12 ديك أخويا راه ما بقى لياش شي باب من غير باب الانتحار، ولادي إلا ما لقيتهمش أش غادي واش عادة دير حياة جديدة؟ إلا كان واحد تيتمنى يدير حياة جديدة أنا راه ما كنتمناش داك الشيء، كنتمنى ولادي برا العيالات تمشي نجيبهم راه موجود عطا الله في المغرب، ولكن ولادي واكلين دابا ولادك؟ الله اعلم. شاربين؟ الله اعلم. ما درتش حتى الحوايج باش يبدلوا؟ لا الله اعلم، حسبي الله ونعم الوكيل. ولادي ما عرفتهم واش محيدين لهم الكلاوي واش مدبوحين واش حيين، الله اعلم الله اعلم الله اعلم. الا كانت الام ديالها ما عندهاش الغيره عليها وتتسول عليها راه ما عندناش خاطري حتى على واحد فيهم. كل المغاربه يبارطاجيو ربما باش توصل. بارطاجيو اخوتي المغاربه. بارطاجيو اخوتي المغاربه. باش توصل لهاد اميمه. بارطاجيو عتقوا لها وعتقوا ذوك الدراري وعتقوا ديك المراه. الله يجعل ربي يحفظكم، راكم شفتوا المكالمه ديال السيده اللي اتصلت والمعاناه اللي عشت من امها، حيت انا كبرت داك الشيء اللي كبرت فيه هي كبرت فيه انايا، غانا السيده اللي تبنتني ما عيشتنيش في الاحتقار، عطاتني واحد الاهميه اللي هي في المستوى، حتى الام ديالي الاصليه شتها ما عاودتش رجعت عندها حيت معها صله الرحم، وقلت لها الله يعاونك منك الله سبحانه وتعالى، ولكن انا ما عنديش الخاطر اللي صبر. خوتك ما تعاودش تهضر على الانتحار، ما تعاودش، قال لك غادي يوقفوا معك، قال لك عافاك ما تعاودش. وماشي حتى رزق طبيته كامله في الدور سبع ايام هادي. والله الا سبع ايام هادي داكشي كاع اللي عندي في رزقي طبيته، داكشي اللي عندي في رزقي طبيته حق الله. والو دابا تاكي وليت كنطلب لامي، ما عمرني طلبت لامي، وليت كنطلب لامي يعطيني لا فلوس لا عندي شغل الخدمه لا والو، كندير العقل الخدمه، والناس راه خدامين كيديروا الحملات الانتخابيه كيقلبوا على جاردات يقلبوا يخدموا على والو. بارك علي خويا الصدر ديالي تخنق، الله يرحم ليك الوالدين، والله الا صدري تخنق حق الله العلي العظيم، الا صدري تخنق. لا اله الا الله محمد رسول الله. خوتي ما عليكم الا البارطاج. انا وشكرا الاخت اخت حياه، شكرا اختي حياه، غادي نحاولوا ان شاء الله حيت نساليوا البرنامج غادي نرجعوا ندخلوا تما الخميسات، حنا على برنامج مباشر راهو الخميسات المجتمع المدني للخميسات، الزور سيدي ربي غيفون، لو نترخي جن الطلب عافاكم، انا قفوس قفوس نجمعوا ان شاء الله هاد العائله، مش هطلع لنا الفوق خصنا نتبعوه، لان الدري يدخل في هيستيريا، هذه هي الحقيقه، دخل في هيستيريا، مشاو نحاولوا نتبعوه. الو الو نتمنوا الو 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 السلام عليكم. مشى شد بلاش. الو قول الاخ يطلع. نعم الو الو السلام عليكم. عليكم السلام خويا، انا شفت الفيديو اللايف ديالكم دابا. نعم راه مشى خصنا نتبعوه. نعم اخويا الا كان شي معاونه نعاون على السيد اخويا. ما عند ما بغى لا معاونه لا والو، دابا بغى غير ولادو مسكين، بغى ولادو. طلع طلع بس طلع. نعم مرطول ما لقى حتى شي واحد في الدار، مشى نتبعوه مشى مسكين مشى. راه تنخاف انا هو متهوش شويه يدخل في كآبه وتخطره خطره تيعاود هذا الانتحار. الو انا غادي نمشي نتبعوه، هذا دابا مشكل تنتمناو شنو المجتمع المدني انهم يديروا يد في يد. خليه اخويا له هنا، خليه تما خليه له هنا. بغيت انا نديرو يد في يد سربيه استاذ سربيه استاذ، انت راه مشى عندك دابا غير شي حاجه، لان راه هو دخل في كآبه بيني وبينك، راه والو مسكين دابا حتى الام ديالو. انا تنحاول معاه غير ياكل غير ياكل، غادي نحاول ان شاء الله نبقى هنا في الخميسات حتى نشوفوا هذا. مشى والله اكبر. نعم اخويا
ها هو راه الرقم ديالو ديال التليفون هذا اخويا، راه رقمو هذا، راه رقمو هذا. او ربي الدري هذا، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. خليت لحدايا، خليت لحدايا. محمد محمد محمد، يلا نمشيو عند حياة، يلا محمد اجي نمشيو عند حياة، اجي اجي اجي. عاود قار اخرى محمد، ماشي حشومة؟ اه ماشي حشومة قار اخرى. الطاقة ديال الصبر ما كتحملش، الصبر ما بقاش عندي اخويا، راه من نهار الخميس وانا في حالك، من نهار الخميس اخويا وانا في حالك، من نهار الخميس وانا في حالك. بارطاجيو عافاك خوتي المغاربة، بغيت كلشي بارطاجي هاد الفيديو، بارطاجيو كما توصل عافاك هاد الرسالة، حنا نبقاو معاك. الأمنية ديالك نجلس، والله إلا الأمنية ديالي نجلس أنا وياك ووليداتك، عندي هاد الإحساس. محمد قالوا لك هاد الهضره ديال الانتحار وهكا حيدها من راسك، جاوب خوتك المغاربه. شوف فيا احفظكم اخوتي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله خوتي، عافاكم كلشي، غادي بارطاجي هذا الفيديو ان شاء الله، هضر معاهم باش توصل، بغيتو يوصل لاميمه دابا دابا، كما نجيو نلقاو الحاجه الوحيده التليفون ديال، الحاجه الوحيده التليفون كاين عندي، كاين حاجه الوحيده اللي كنبغي التليفون. فين هو؟ نعم تنتسمط لي، غادي تصبر بك الناس خوتك المغاربه. عافاك محمد، انت وزعمني يا محمد، انا معاك وضيف الله، طلبتها لك البارح. الو محمد، الو هضر. السلام عليكم. شد التليفون. الو السلام عليكم. دير دير قطع محمد، قالوا لك خوتك كاملهم راه غادي يديروا يد في يد وغتشوفوا ولادك، امنية ديالك هذه يا محمد. محمد موالف ما كتشوفش ولادك على مده طويله؟ لا ما نصبرش عليهم، قدروا يقولوا لي نمشيو نجلسوا ثلاث ايام هنا ولا يومين، نقدر نعطيهم يومين ثلاث ايام. ما تقدرش تفوت، دير لهم بارلو. فهمت. الو الو خوتك تعيطوا لك هاك تضرب المكالمات، راه كلشي المغاربه تيتفاعلوا معاك. اخويا السلام عليكم. بخير اخويا، الله يجعل ربي. جات الصوت اي ها. نعم الو السلام عليكم. بخير اخويا. لاباس اخويا الحمد لله بارك الله فيك. زرت الخيط محمد. واش تو محمد؟ ها هو محمد معك اخويا، ها هو. دوزيني دوزيني اخويا. بخير محمد. الله يجعل ربي يحفظك اخويا. شوف خويا ربي المواصفه ديال المراه وديال الاولاد غنجيبهم لك اخويا. اه ربي المواصفه ديال الاولاد وديال المدام ديالك غنحضرهم لك. شنو قال؟ قالك عطيني المواصفات ديال ولادك وديال ولادك غنحضرهم لك. شكون انت اخويا؟ انا. نعم انا ضرب اولاد كيجوك. شكون انت؟ انا باغي ندير غير الخير. شنو اش من نوع الخير؟ شنو شنو اللي شنو دير؟ انا ما ضربت اولادي نجيبهم لك الخميسات. عارف انت فين كاينه اميه؟ فين كاينه فاطمه الزهراء؟ عارف. الو واش عارف انت فين كاينه فاطمه الزهراء؟ شكون مرت ولادو؟ عارف انت فين كاينين؟ قلت عطيني المواصفات ديال الدراري. نعم هذا ما انا نصيفط لك اخويا التصاور ديالهم، انا نصيفط لك التصاور ديالهم. شنو غيدير هو، تيعرفهم ولا شنو؟ واش غنصيفط لك انا ونتسناك. يلاه واش عارفهم فين كاينين اخويا؟ الرقم ديالو عقل على هذا الرقم، هذا عقل على هذا الرقم، هذا غتصلوا به نشوف اش تيقول هذا. بلاتي ها هو صافي 32 في الاخر، صافي خليه عاقلين عليه 32 في الاخر. محمد غيدير الله الخير، غيدير الله الخير محمد اخويا، راه كلشي تيقول لك غير هذيك تقول لهم الانتحار ما قبلوهاش كاع، غير خوتك المغاربه كلهم تيقول لك هذه الهضره ما مقبولهاش يا محمد. شو العرق اللي كان عرق؟ انا ما تيعرقو حتى شي واحد. ولا تختلفوا علي. الو الو اش محمد؟ اييه الخميسات اخويا. اه الو اه كنسمعك اسيدي كنسمعك. شكون انت اخويا؟ واش انتوما اللي كاين في الطوموبيل؟ اييه. وفين غادي مع هذاك محمد؟ فين غادي؟ اه فين غادي بيه؟ شكون انت اخويا؟ الخميسات. واش عندك شي خبر على هاد المرأة عافاك؟ نعم واش عندك شي خبر على هاد المرأة؟ لا اخويا لا. اي زعما الا كان الا عندك شي خبر اخويا نتعاونوا، هو ما بغى لا يعطيه شي واحد شي ريال لا مساعده، قال لك بغيت غير نشوف ولادي في سبيل الله. اي اخويا اي نعم اخويا، وتعاونوا مع عافاكم ولاد الخميسات، راكم زعما ولاد الخير.
حنا الاخ الو. نعم نعم اخاي. ها هو النمره محمد هادي اخويا، هادي النمره نشوف معانا غير يمشي ياك ما ناكلو شي حاجه، يمشي غير ياكل. واش شي حاجه اخويا؟ حميد ياك حميد. حميد هذا حميد. واخا اخويا واخا يلا واخا. شكرا خويا العزيز الله يحفظك. شكرا شكرا اخويا العزيز. محمد. السلام عليكم. الو. خويا محمد بخير كلشي مزيان؟ الله يحفظك. بحال لاباس؟ الحمد لله. شوف اخويا راه حنا متبعين اللايف ديالك وغادي نقول لك واحد جوج كلمات غادي نقولهم لك واسمع مزيان. مرحبا. اخويا دير الامل ديالك في الله، هذه الحاجة الأولى ياك. الحاجة الثانية دابا أنت اللي ما بغيتيش تاكل وكتخمم ودوك الوليدات دابا إلا لقيتهم شكون اللي يخدم عليهم إلا صحتك أنت مشات؟ دابا انت لا تحكي بشي صدمه، لا تحكي بشي صدمه، الا تحكي بشي صدمه ومشيتي للسبيطار هذوك الوليدات شكون اللي يخدم عليهم ويجري عليهم؟ ما تفكرش في الوليدات شكون اللي يخدم عليهم. الوليدات راه كاين الحمد لله، اكون اكيد وكون على يقين عند الله بلي راه الوليدات ديالك راه كاينين والزوجه ديالك كاينه. الحاجه واحده اللي خصك انت دير هو انك خصك تمشي تاكل وتحيد هذوك الخراز اخويا اللي خرج فيك شي مرض الله يستر لي ولي عاود صعيب باش ما يداوي واش ما يتحط في السبيطارات ويهبط. وفكر في هذوك الوليدات سير كل بعدا وحيد عليك دوك الغراز اخويا الله يرضي عليك، حيد الغراز الله يجازيك بخير، وراه الولاد ديالك ان شاء الله راه غادي تلقاهم، راه يكون هاني يكون مرتاح، والانتحار الا فكرتي فيه راه الدنيا لا 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 اخره، وانت الا فكرتي كاع في الانتحار ولا بغيتي تنتحر وهذا، هذوك الولاد اللي غادي تخلي تما ما غاتخليهم. اخويا انا ما عنديش انا الحياة اسمع اسمع اخويا بعدا تفكر انا نوضح لك انا نوضح لك انا نوضح لك شوف خويا الحياة اسمع 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 اخي اسمع اخي انا راه ما عنديش انا عارف شا هي ما عندكش ما عندكش ما عنديش الحياة بلا بلا ولادي انا ما عندي ما ندير لا ما عندي ما ندير لا بالدار لا بالفلوس لا وانا ما بغيت لا فلوس لا دار انا رزقي خسرته كامل داك الشيء اللي عندي عارفين شوف خويا ما تدخلش تصطفالية كبيرة باش تكون في تخدم عليهم وليدات واش كنت راسك دابا فكري بدوك الوليدات هذا تخدم عليهم وهذا راه خصك تبقى بصحتك انت دابا الا كليتي راه غادي تحافظ على صحتك لدوك الوليدات واخويا راه ما عنديش انا شي حاجه ما بغيت لا فلوس شوف دابا غير تسمع السي عقاوي سير مع السي حميد الله يجازيك بخير سير مع السي حميد وكل بعدا واحد شويه وحيد هذوك الغراض الله يرضي عليك باش ما تسدوا شي حاجه شي كارثه الصحه ديالك دير الله خير فهمتيني وان شاء الله راه الوليدات ديالك غتلقاو كون هاك ان شاء الله راه اليوم شاطي باذن الله غادي تلقاو الله خير الا ما كان اسمع اسمع نقول لك جوج هضرات سمعت انا غنقول اسمع 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 اخويا اسمع نقول لك جوج هضرات اولادي ولا ما عندي ما ندير بالدنيا صافي اولادي ولا ما عندي ما ندير بالدنيا ما تيحزروك اخويا عفاك ما تيحزروك الناس ما تحاولش تفكر واحد ثاني نبقى انا معاك وراه حتى لينا نبقى انا معاك نتمناو كما اليوم اليوم ان شاء الله كما بارطاجيو الدراري عافاكم الدراري الدراري خوتي العزاز كل واحد يعتبر محمد خوه يلا غادي نبارطاجيو محمد غادي ناكلو نمشيو عند حياة وتورينا مره وتورينا هذيك لما ديك اميمه نمشيو نحزروها محمد دير الله خير محمد خلي التليفون محمد هضر مع خوتك المغاربه محمد راه مساكن كلشي تيدعيو معاك محمد واش عرفتي واش شنو هذا شنو وقف شنو السلام عليكم السلام شكون اللي صيفط لك هذا؟ خليها محمد هذا الشيء بلاتي محمد ما عمرك نويتي تفارق مع ولادك؟ لا ما عمرك نويتي يا محمد تفارق مع ولادك؟ لا والو لا يومين ثلاث ايام كتشوفهم يوميا واش كلا ولادك دابا؟ الله اعلم واش شربوا؟ الله اعلم دوك الضانونات اللي جبتي لهم مازال مساكن مازال واقفين تاكل الو عليكم السلام اخويا حميد اخويا اخويا هاك محمد كحاز التليفون من حداك عافاك اخويا العزيز كحاز التليفون احنا غادي داخل الخميسات ان شاء الله كما يمشي غير يمشي يتغدى اخويا اخويا السلام عليكم سي محمد اخويا معك دريس 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 تيفلت قيصريه اي اخويا دريس الله يحفظك اخويا دريس الله يحفظك عرفتي دريس دابا لاباس راه لا يلاه ولادي تختفى واخويا من نهار الخميس اخويا دريس دابا 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 اخويا ابو حمد اخويا ما عنديش الكبده ديال الكلاب اخي دريس راك عارف اخويا الله يحن انت راك عارف اخي دريس اي راه كتصبروني اخوتي كتصبروني ولكن راه الكبده ديالي ما خلاتنيش اي الكبده اخويا ما خلاتنيش كبدتي راه ما خلاتنيش هذا هو الاشكال اللي كاين
راه تيصبروا لي. اخويا ادريس كتعرفوا؟ اخويا ادريس كتعرف محمد؟ اه كنعرفوا. علاش انتما طلعوا عليه؟ راه صاحبي قبل ما نتزوج كنت خدام في القيصاريه ديال الذهبيه في تيفل تاعك. عرفنا عرفتي كنعرفوا الله يعمر هذا مسكين والله يصبروا على ولادو. اه دابا كان الله يجعل ربي يحفظك اخويا ادريس. فقول له غير يمشي دابا ياك العافاك راه مو مسكينه راه ماكلاش السيمانه هذه. تعزيز على محمد الا كان تعزيز على والله اخويا ادريس والله اخويا ادريس ما كدوز لي دير داكشي اللي قال لك الاخ حميد وغيكون ان شاء الله الخير. والله ما كيدوز ليا غير المال اللي كيدوز حق اسم الله الا غير المال اللي كيدوز. شي حاجه ما غادي شي حاجه وغيكون غير خير باذن الله. اه دابا كان الله يجعل ربي يحفظك. شكرا 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 الله يرضي عليك الله يرضي عليك. اه دابا كان الله يحفظك اخويا دري. شكرا شكرا محمد غيكون غير خير ان شاء الله اليوم ولا اللي غتلقاو باذن الله. واش قريب انت ادريس قريب انت الخميس؟ تفلت في تفلت نعم قريب انت غير في تفلت وطلع عليها اخويا ادريس عافاك. راه عندي النمره ديالو نجي عنده نجي عنده. عافاك راه بحال خوك راك صاحبه قديم مسكين. كي كان هو واش هذا الراجل الشهاده ديالك في محمد؟ لا لا سي محمد دري ترونكيل كيخدم على راسه معقول كل شيء زعما الصراحه ما كاينش. انا كنعرفو صافي لونطو راه 20 سنه ما كنعرفو الله عمر هذا. الله يجعل ربي يحفظك اخي ادريس راه كل شيء تيقولها كاع الاخوان. انا كنعرفو 20 عام وزياده الله يعمر هذا معقول كيخدم على راسه كل شيء ما كاينش. هو دابا راه الكبده على ولادو هي جايه بحال الكبده تيموت على ولادو. راه هدرت معاه ما قلت لها عافاك غير الدراري واش حيين ولا ميتين غير بنتك واش حيه ولا ميته. غيكونوا مزيان ان شاء الله. راه الكبده راه ماشي اي واحد كيدير على ولادو هكا الكبده مسكين تيزيد ولادها دابا راه وحده اخرى ما يسوقش ولكن هو اللي كيموت على ولادو. غنمشيو نتغداو. الله يجعل ربي يحفظك اخويا ادريس. الله يحفظك. الله يحفظك. كلهم تيقول لك عافاك. الاخ حميد انا غنتصلوا بك ونجيو نشوفوا فيكم خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يجعل ربي يحفظك. استاذ ولاد الخميسات عافاكم بارطاجيو ودمروا مع خونا محمد واخا غير نوازيوه شويه والقضاء عليه الكلمه وتنتمنى ولادي يكونوا بخير. الله يجعل ربي يحفظك. الله يجعل ربي يحفظك. شوفوا باذن الله. شكرا خويا. شكرا شكرا. الناس قال لك عافاك خصك لا بدا تمشي تاكل اخويا ادريس اولا يلاه نديك دير السيروم نديك دير السيروم في السبيطار. ما بغيت حتى حاجه اخويا. شوف حالتك. وي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد لاباس اخويا. الله يحفظك اخويا. خويا شفت اللايف ديالك اخويا وقيت فيا بزاف الله يستر عليك. الله يجعل ربي يحفظك اخويا الله يحميك. واش هذا اللايف اخويا غير اليوم؟ سمح لي انا ما عرفتش اللايف واش مباشرة. راه مباشرة اخويا. مباشرة مباشرة. حنا تنظروا في هذا الشموس. معاك الاخ ديالنا راه عزيز علينا حنا راه شي غوكات اخويا معاك شي غور ديال الرمو. الله يجعل ربي يحفظك اخويا الله يعرضك السلامة اخويا. بغيت غير نسولك اخويا الله يرحم لك الوالدين هاد الوليدات ديالك كيفاش؟ واحد عنده 8 سنين واحد عنده 9 سنين واحد عنده 4 سنين. اه وقول لي. اه. دابا بغيت نقول لك اخويا الله يرحم والديك المراه المواصفات ديالها واحد انسانه رقيقه شويه وبيضاء. لا قصيره الغلد ما الغلد متوسط قصيره والغلد متوسط. قصيره ياك قصيره شويه. اه مراه قصيره شويه ومتوسطه في الغلد. وهزا مع جوج دراري وحامله. مع جوج دراري. دوز لي الاخ الصحفي ديالنا دوز لي. اخويا هي راه حامله حامله وراه جرى معاها جوج ديال الدراري وما جوج دراري وداها صكح الله اعلم لا ما هز والو كاع حتى صكح خلاته الله اعلم. وشوف شوف نعم ما ربانا الاخ ديالنا هالنميره ما ربانا الكلمه اللي غنقول لك وكنقسم لك بالله العلي العظيم الا جاي اليوم وخرجت من الزاويه ديال زاويه الشيخ وشاف الطريق ديال تادله ولقيت المراه وكنقسم لك بالله العلي العظيم الا جرى جوج وليدات في الطريق والحال سخون وربي شاهد عليا. هي تخيل معايا بقاو في هذوك الوليدات الله اعلم انا كنقول لك بحال دخلتني دخلني نعجب كيفاش هاد المراه هذا في الطريق. شنو كانت لابسه؟ شنو كانت لابسه هذه اللي شفتي؟ كانت لابسه خويا واحد اللبسه دايره بحال الشيبيه بحال كذا بحال بحال الشيبيه. عندها شي لابسه شيبيه عندها شي عائله جات تزوج الشيخ ولا شي حاجه؟ لا. وشكرا اخويا وتنتمناو نتمناو ان شاء الله حتى ان بالبارطاج غادي يوصل هذا الفيديو وهذا اللي محتاجها يعرف الخطوره ديال هذا الجرم اللي داير. الا سولتي الناس ديال قصب التادله راه جايه شابه الطريق على رجلها يعني ما يمكنش مراه عندها جوج وليدات صغار غتمشي الطريق على رجلها. التادله جايه في الطريق قربت التادله كنقول لك قربت الستاسيونات ديال التادله في الفيراج. عاد اون باس مع فاتت داك اللوزين ديال
نعم. يدي الله الخير. شكرا اخويا والله يبلغكم بخير حتى نتوما الشوافر الرموكات كتغامروا في هذا الزمان كورونا. الله يهد الباس. الله يهد الباس. اذا خويا الله يعطيك الصحه. كل شيء المغاربه اش تيقولوا لك؟ تيقولوا لك ما تعاودش تفكر في هذا الانتحار، غادي تمشي تاكل او لا تمشي معايا للسبيطار ندير لك السير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خويا سمعك في اللايف وبقيتي فينا وبغينا نتعاونوا معاك، لكن ممكن تصيفط لنا التصاور ديال ولادك ونتعاونوا معاك. واخا اختي واخا. يلا هي النمرة اللي عندي في الواتساب، ممكن تصيفط لي التصاور ونتعاونوا معاك. ديري محمد من بيت الخير ودخلي لاباج ديالي الفيسبوك. واخا انت الفيسبوك ديالك. احنا نحاولوا نصيفطوهم اختي في الواتساب حيت يسالي هذا، حيت يسالي البرنامج. صافي خويا. لا لا الله يعطيكم الستر وشكرا، وهضري معاه نمشي ناكل شي حاجه او ندير لي سيرو براتي في يوم ناكل ما في يوم ندير السيرو. يعني ما عنديش شاي اختي، ما عنديش شاي. انا كنقول لخوتي اسمعي يا اختي، كنقول لخوتي المغاربه، كنقول لخوتي المغاربه من هاد اللحظه هادي راه ما عنديش شاي. انت انا ما عنديش الكبده ديال الكلاب. احنا حاسين بك يعني الدار هي حيت راه، ولكن خاصك دير تقوي راسك على قبل ولادك. ما عنديش، ما بقاتش اختي، ما عنديش الطاقه راه من نهار الخميس وانا في هذا الحال. خاصك تقوي راسك على قبل ولادك. والله اختي ما عنديش شاي حق اسم الله وهاد القبله على من تيصلي والمسلمين. ايوا غير حاول. لا لا يلاه حاول راسك معاك الى واولادك باش ما تشوفهم سبع ايام. قول لي هدف المغاربه اللي عزازين على ولادو وما يشوفهمش مده سبع ايام كي دايره مرتك كتصيفطها عند نسابك وكتبقى متبعاه بالتليفون، بقى غاتخرج من الدار وما تسمع ليها حتى اخبار. راه مشكل اختي. عافاك عافاك اخويا. لما تسير كل الله يجعل ربي يحفظك. شكرا شكرا شكرا. صيفط لينا التصاورات وحنا غنوقفوا معاك ان شاء الله. واخا اختي اللي بغى تصاور يدخل يدير من بيت الخير، من بيت الخير جماعه محمد، من بيت الخير محمد، من بيت الخير. اه احنا نحاول نشروهم ان شاء الله، نحاول نشروهم ان شاء الله. يلا خويا الله يعطيك سير دابا كولو خبز. يلا خويا واللي كاين ياكل الله ان شاء الله. محمد ما فيا ما ناكل، ما فيا ما ناكل اخويا حميد. الله يحفظك الاستاذ حميد. نمشيو للسبيطار. لا لا نمشيو للسبيطار محمد. تنسمع الصوت ولادي ونشوف ولادي، نعرف ولادي في غير السيروم وغادي نقدروا نبقى معك. شوف 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 سي حميد، انا راك حسيتي بيا كيما حسيتي بيا، راه حاس بالحنان ديالك وبالحنان ديال المغاربه اللي كيتصلوا بيا كاملين. حاس بالمغاربه اللي كيتصلوا بيا وحاس بك. واش انت جيتي من الخنيفره وما حاسش بيا؟ ثلاثه النفوس جايين من الخنيفره ما حاسينش بيا. لا اله الا محمد رسول الله. اخويا خويا محمد هذا. اه واش انت خويا اللي كتقلب على الزوجه ديالك وليدات؟ اه انت خويا اللي كنتي بغيتي تنطحها. اسمح لي شوف. اه شوف اسمح لي نقول لك واحد الكلمه، حنا وصلتنا الهضره ديالك من مراكش. الله يحفظك. شوف تهلا في راسك اسمح لي، راه الزوجه ديالك راه غادي تلقاها وغتلقى وليدك، راه هذا عقل وراه شوف راه ما كاين حتى شي حاجه، بغاها غتمشي نتايا وغادي تقضي على والله ما بغيتي الا تخرج على دوك الوليدات بالله. حاشا ولله حاشا ولله. اسمع 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 لي يا خويا، شتي كون كنت باغي نخرج على وليداتي وكاع ما نقلب عليهم ونبين ونبين وجه ونبين وجهي ونعيش هذه الحاله امام المغاربه. لا اله الا الله. راه بابا ماشي تصم فيا، راني كبر منك تصم فيا. الله يحفظك. تصم فيا راني كبر منك وداك الشيء اللي مدوز راه ما مدوز حتى شي واحد. تصم فيا مدوز اخويا، راه ما خليت تقعد انا في المغرب، ما خليت تقعد في المغرب. شوف شوف ما تديش ديال الانسان وما تناديش الانسان وما كنت وما كنجريش شي حاجه ديال الاعمال الشيطانيه وما نشهدش الزور وما نديش ديال بنادم. ولكن ولكن راه باغي ديرها دابا. وعلى وديت ولادي راه نديرها، راه عندي كبده وحده ما عنديش 10. شوف اخويا الا كان البشر، اسمع اسمع، الا كان البشر عنده 10 د الكبدات انا عندي وحده. انا عندي وحده. فهمت ليا فهمت ليا. واش كتسمعني؟ كنسمعك. كتسمعني؟ كنسمعك. تهلا في راسك وسير تاكل، وراه وليداتك راه غتلقاهم. ان شاء الله بجهد الله. هذا راه قلب مديور ليك، راه تنعرفوا العيلة تحتيك. الله يجعل ربي يحفظك ان شاء الله. راه غادي تلقاهم وفي الخامة اللي غادي تلقاهم. محمد يلاه دير السيروم. الو. كنسمعك أستاذ كنسمعك. خذ كلامي وراه. وراه العقيله قبل الله تبارك وتعالى. ودير الله خير. الله باغي يمتحنك. يلاه دير الصلاه. ما تخليناش نهزني يا خويا، الله يحفظك، راه زدتي العالم كامل.
محمد راك كترعد راك بلا اليوم انت عاد شتيني اليوم كترعد سبع ايام اخويا حميد ولا كترعد واش كتسمعني اخويا راه كون ما انتش اللي كون ما جيتيش الله يكثر عليك دير كتشي اللي قلنا لك الله يحفظك راه الله يلاه انت راه لقاك متسقر بعيد البارح لا واه نشرب نشرب ديقال لا واه نشرب السم لا واه لا شكرا اخويا العزيز راه ما قدش يلا محمد غادي نمشيو نتغداو اولا دير السيروم ما يمكنش تبقى هكا لا انت فاشل دابا بزاف كان دور تنطيح شي بلاصه ولا نموت ولا هاني على ولادي بغيتي ولادك يا محمد ولادي ما عمرك نويتي ما تشوفش ولادك كنت ما بغيتش نشوف ولادي كون راه عندي الطوارق اللي غندوز بزاف باش ما نشوفش ولادي راه ما خليت مارتيل ما خليت سعيديه ما خليت وادله وما خليت اصيله ما خليت ما عمرك نويتي يا محمد دوز برنامج ما عمرني نويت تقول اخويا حمد انا كنقول ندوز على النضال ندوز الناضل على المصلحه العامه ونهضر على اي مفسد كيفسد البلاد في البلاد وفي المنتخبين ولكن باش نعيش هاد الحاله هادي ما عمر نويتها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله خويا. خويا محمد الزين معاك حجامة كيداير مزيان. الله يحفظك اخويا حجامة الله يحن عليك. الو. الو كنسمعك اخويا حجامة. كيداير مزيان اخويا شوف صحتك اصاحبي كيداير سوجك كي ولا فات. الله يحفظك والله لا لا. ما تفكرش اخي محمد محمد. والله لا. ما تفكرش محمد كاين الخير ان شاء الله ربي غادي يفرجي عليك. ان شاء الله. والله اخي محمد راك عزيز وغالي والله ماشي خويا ولادي هذوك راه ما اشوف ما عنديش البديل شي حاجه راني عارفك صح. ماشي شرعات جديده ولا راه قديمه اخي محمد انت من فكره قديمه اخي محمد وتريد تريوش وكتقتل على ولادك والله واش عارف انا عارف سي حجامه سي حجامه كتعرف محمد محمد الصديق ديالي الله يعمر ليه الدار مسكين راه كيتقاتل ما خلى بلاص ما مشى هذاك السيد على حساب الدراري كان كيمشي على حساب لافارات وكيتقاتل على الدراري باش يجي الخبز مسكين وقاو عليهم ما بحالوش ما مسكين وكيتقاتل مع ميمتو وولادو حنا كنعرفو محمد كريم ماشي عاد دابا ولا ودابا راه تيدير دابا محمد راه ما بغاش يدخلنا حتى للسبيطار غير يدير السيروم ونمشي محمد ان شاء الله تكون اخ حميد اخ حميد راه كنتبعوك بزاف وكنشكرو شوف تي في بزاف حنا محمد ان شاء الله غادي يمشي للسبيطار وغادي ياكل وغادي يولي مزيان ان شاء الله وغادي يلقى وليداتو ربي يحفظو محمد ماشي من هذاك راه تيترعد دابا انا براسي راه والو غير ما راه من البارح لدابا راه شي حاجه دباكي محمد انا شوف محمد كان عارفو على ولادو كيتقتل على ولادو ان شاء الله غادي يلقاهم وغادي يمشي يمشي للسبيطار ان شاء الله دابا وياكل شوف حالته ماشي حاله راه ولا كحل كاع راه ما كانش محمد بحالك حنا كنعرفوه دري لقاي خوتي المغاربه عافاكم بارطاجيو هذا اللايف هذا انا كنعرفو محمد من بكري ماشي عاد راه سنين محمد سيد يخلي ولادو كيخلي لهم الصرف وكيمشي كيغيب شهر شهرين وكيرجع عند ولادو عزاز عليه ولادو محمد نعم خويا حميد عزاز عليه مسكين ولادو كان ديما يعاود لك عليه هو عزاز عليه بطبيعة الحال بطبيعة الحال محمد راه كان كيتقاتل وما عندوش مسكين وقتل راسو راه ماشي شو محمد راه كنتبعو وصاحبنا ماشي زعما شي عدو ولا شي حاجة محمد الله يعمر ليه ما تسمعش كاع الخير كاين شي غير بلاصة الخير راه داير واحد الحالة على ود على ود سميتو حومتو والبلاد ديالو كيتقاتل هو راه ما بغاش هذاك الشيء ديال التهميش ديال البلاد هو كان يلاه هاد الايام قال لها سيري عاودي حسن السيرة باش انك تدخلي لغمار الانتخابات لهاد المرة هاي محمد رويجر محمد رويجر محمد راه دابز مع الرئيس على بد على ود بلادو احنا كنعرفو محمد عنده الغيرة في بلادو ما كانش بحال هكا محمد دابا محمد غير الصدمه باش ولا وجهو هكا ومن طبيعه الحال محمد انا عارف على ولادو مسكين راه كيتقاتل على ولادو فبنادم اخ حميد راه كيتقاتل بنادم على ولادو ولا على بلادو هذا هو المهم ومحمد كنتمنى يمشي للسبيطار وياكل شويه راه ولا كحل كاع في وجهو راه ما كانش محمد بحال هكاك حنا كنعرفوه شكرا خويا العزيز الله يحفظك اخويا شوف هذا السيد المسكين اذا ربما غادي نمشيو محمد للسبيطار محمد حالتك ما عجبتنيش لا 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 الو محمد غادي نمشيو للسبيطار اخويا نو غير يديروك السيروم وترد واحد شي شويه راه كترعد محمد محمد مش هادي ما كليتيش سبع ايام سبع ايام ما داش النعمه غير القرو والخبز والماء القرو والماء نمشيو للسبيطار اخويا ندير غير السيروم ما عليهش السيروم نجلس حداك حتى تسالي ونمشيو عند حياه لا يلا نمشيو نشوفو حياته نمشيو عند حياته واخا
يا بلا ما بلا جاوبهم جاوبهم. السلام ورحمة الله. الو خويا. اخويا كنسمعك خويا. انا مزوج لك امي مشكله ما تصبر راس تبر هو كلشي. لا 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 محمد رسول الله خويا. مطلب الله اخويا اطلب الله وصلي وطلب الله. كنطلب الله راه ما عنديش شي بديل انايا من غير ولادي. البديل اللي على امال موت ولا ولادي وجوج الحوايج. شي الامل اللي عندي في الحياه. عارف انا راه بورشتيني والله هي تبقى الامل اللي عندي في الحياه ديالي هي ولادي كنتقاتل عليهم وما عنديش شي حاجه من غير ولادي. اما الموت اما ولادي هما اللي عندي انايا. عندي باقي الوحيد الامل الوحيد هو الاخ حميد باقي حدايا. هو الامل الوحيد اللي عندي مازال حميد واقف معايا كنشكره هو والاخ المدير ديال شوف تي في هما اللي مازالين واقفين معايا. هذا هو الامل الوحيد. الا تفرقوا معايا هاد الناس هادو راه الله اعلم فين نمشي. راه وقفتهم جاو مساكين سمحوا في الاغراض العائليه ديالهم والاغراض الشخصيه ديالهم ولي حد الانتي تواجدوا معايا هما اللي مصبريني. راه هاد الناس هما اللي واقفين معايا. هما من ناحيه الماكله انا راه كنقول للمغاربه راه كنقول للمغاربه خوتي راه من ناحيه الماكله راه ما عنديش شاي اخوتي والله ما عنديش شاي. عارف اللي كاين انا ما عنديش شاي اخوتي ما عنديش شاي. واخا يقولوا واخا تيقولوا راه ما بغيتش راه ما عنديش باش غنقنعهم نقول لهم غنمشي ناكل وما نمشيش ناكل. كي غدير دوز هاد الماكله هادي وانت ولادك ما كتشوفهمش. متفق معك اخويا انا دابا. كاين واحد النوع عنده النفس ديال الكلاب. انا مع كذلك ما عنديش النفس ديال الكلاب باش نسمح في ولادي. حنا كبرنا في الفقر وعارفين شوف اخويا حنا راه كبرت فقير ما يمكنش ليا حيت اخويا انا غادي نحاول كمان نمشي به السبيطار. محمد وريني السبيطار فين. والله الله يديرو الله يديرك العافيه. عارف انت كيف عارف اخويا الله يديرك الخميسه توريوني السبيطار فين جا فين. الله يحمدك. لا لا المغرب لا محمد عافاك عافاك اخويا حامد عافاك. ما بغيت ولادي انا ما بغيت حتى حاجه. انا شتي فاش نسمع فاش يغوتوا عليا ولادي ومراتي نمشي نشوفهم تما نرتاح. ولو نشوفهم عند وكيل الملك ولا نشوفهم في اي بلاصه غايغوتوا عليا فين ما كانوا نمشي فين ما كانوا. نمشي نتسلف نمشي نتسلف ونتكلف ونمشي عند ولادي فين ما كانوا ما عنديش المشكل. مراتي حامله اخويا كنت كنتمنى بنت تكون وسط خوتها فينا هي. لا المراه لا ولادك لا حتى واحد. كي غدير تاكل كي غدير تاكل داكشي دابا عندي عمل للدريري غدا والله ما كنعس. والله اخويا ما عندنا شي شاهيه ديال شي حاجه. انا راه الغرازي راه اخويا. شكرا اخويا العزيز الله يحفظك خويا حميد والله يكرمك. كان خوتي تنتمنى ولاد الخميسات تيانهم يوريونا الطريق ديال السبيطار فين جات فين جات محمد السبيطار. عافاك محمد لا بدا غير كل شي حاجه. اجي نوقف فرماسيا فرما شنو هذا مختبر الحمد لله. دابا 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 شي حاجه اللي كتكال اللي كتمدغ ما قادرش عليها. دابا دابا خويا محمد دابا يلا باغي شي حاجه بعدا كلها ونعيطوا على حياه هي تورينا ديك صاحبه مرتك. وهذه رساله لصاحب مرتك الله يعطيك ستر تلقي راه كتلعبي بالعافيه. راه المغاربه كلهم ضدك على الليله صدقتي انت محتاجه هاد السيده. خذ له شي حاجه خويا سير حمزه هاك صرف هاك السلام عليكم. عندك صرف حمزه خذ له اخويا. خير اخويا الله يحفظك اخويا. واش السيد كيتكلم على الزوجه ديال جوج؟ اييه خويا بغيت غير نهضر معاه. واش الصوت ديالو هذا؟ ديالي اخويا. كحاز التليفون اخويا من حداك. كحاز التليفون من حداك. كحاز اللايف من حداك. واخا هو بعيد اخويا. بغيت اخويا غير نهضر معاك. بغيت باش تكون راجل صاحبي وقف على رجليك. ما تنهارش ما طيحش للارض. انت تحتي للارض اولادك باش غادي ما عندك ما دير بهم ديك الساعه. كون راجل صاحبي وقف وباش تلقيتي ولاد تقلب على ولاد ولاد سمجيه وتلقاهم. ورا سبع ايام اخويا تنقلبش منطقه بقات عندي. بقات لي شهيه لا تقلب. ما تجيش النهار ما تجيش النهار عاوتاني وطيح الارض. اخويا راه ولادي واخا تلقاهم. شوف اخويا عندي الحياه انا بالنسبه لي هي ولادي ولا الموت. هادو هما جوج هادو هما جوج الخطيارات اللي عندي. اش من الموت راه انتحار على حاجه. الموت اخويا الله عز وجل ما بغاكش تكون منهار تكون راجل صاحبي ولا تكون راه ولادي اخويا راه كبدتي. وسير تاكل ولا صاحبي كل شرب وقوي راسك. ما عنديش شاي اخويا ما عنديش ما عنديش. ولا حاول 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 كون راجل صاحبي تغدى مزيان كون مزيان كون راجل وقف على رجلك. راه تقلب على ولادك. راه ربي كبير تقلب على ولادك. ودابا انت الى مرتي وتحتي باش تقلب على ولادك باش
ثلاثين يشرب محمد وقف على رجلي محمد يشرب هذا شويه بشويه لا يشرب عافاك محمد وراك تري على محمد واش لا لا وقف اخويا على رجلي وقف راه الغرازي في يدو راه خنازول الغرازي يقلب على ولادي الغرازي بغى يقلب لك الا فكرت شكون بغى يقلب لك عليهم السلام عليكم الله يسلمك اخويا الله يسلمك محمد عافاك محمد غادي نوقفوا المكالمات تشرب عافاك اشرب كل اشرب شكرا اخويا العزيز 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 دايره الو السلام عليكم الو 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 السلام عليكم الو وي كنسمعك ألا لا لا بس ألا لا الحمد لله عيت لك أخوي بغيت غير نهضر مع السيد اللي يمكن وقع له أنا متابعكم دابا في اللايف مباشرة نعم بغينا غير نشجعو شي شويه مسكين غير يمشي ياكل ولا يمشي يدير السيروم ولا شي حاجه بغيت نمشي وندير غير السيروم عندي شفت الساقه ما عنديش الطاقه وديك الساعه ماشي مشكل